أبنائي الأعزاء، أسعد الله صباحكم أو مساءكم حيثما كنتم. أعتذر عن هذا الانقطاع المتكرر للبث، الحقيقة الموضوع خارج إرادتي، ونستأنف المحاضرة الثانية في الفيميل ريبروداكتيف سيستم. وكنت قلت إن إحنا الـ actions of estrogens، وهو واحد من الهرمونات المهمة جدا، وقلت ان ده بيبقى سؤال يعني في النظري جامد شوية لانه طويل جدا، ولكن هلخصه تاني في عجالة، وهو يتمتع برقم الساعة 3. فان انت هتقسم الـ actions of estrogens بطريقة منظمة الى 3 مراحل في الحياة: embryonic life او intrauterine life الفيميل وهي جنين، ثم المرحلة الثانية prepubertal او childhood، وقلنا دي مرحلة خمول، ثم المرحلة الثالثة والاخيرة اللي هي في non-pregnant adult اللي هي في الفيميل البالغة في فترة reproductive period التكاثر او fertility الخصوبة. في هذه الفترة وهي الأهم في الشرح، هتشرح الأكشن على التارجت أورجنز نمرة A والجنرال ميتابوليزم نمرة B، وهذا يماثل التستوستيرون، ولكن بتزود عنوان ثالث ما كانش موجود في التستوستيرون وهو الأكشن على الاندوكراينال جلانز. فعلى التارجت أورجنز بنشرح البرايمري سكس أورجن نمرة 1، السكندري سكس أورجنز نمرة 2، السكندري سكس كاركترز نمرة 3. يبقى 3 نقاط اهو في التارجت اورجنز، يبقى كل حاجة 3. في الجنرال ميتابوليزم هتركز في 3 نقط: بروتين انابوليزم اللي هي اهمها على البون، دي نقطة. النقطة الثانية ان الايستروجين بيقلل الانسولين ويقلل الكوليسترول، دي النقطة الثانية. ثم النقطة الثالثة ان هو بيعمل سولت اند ووتر ريتينشن، يبقى 3 نقط برضه. وبعدين نيجي على الاندوكراينال جلانز، 3 نقط. هتقول بيتيوتري سايز بيزيد بالايستروجين، وقلنا في اثناء البريجننسي يبقى بيزيد للضعف، بنسميها بيتيوتري او بريجننسي، دي النقطه الاولى. النقطه الثانيه قلنا ان هو علاقته بالجونادوتروبينز بوزيتيف ونيجاتيف، ودي اعقد علاقه. والنقطه الثالثه والاخيره انه بيستثير الليفر ان يعمل، شوف النقطه الثالثه حتى فيها 3 نقط، 3 انواع من الجلوبولينز: الالفا 2 جلوبولينز اللي هو الانجيوتنسينوجين، الثيروكسين بايندينج جلوبولين، والكورتيكوستيرويدز بايندينج جلوبولينز. يبقى ده الاكشن اوف ايستروجينز، وهو واحد من اطول هرمونات. واوعى تنسى الرول اوف 3، 3 مراحل. في المرحله الثالثه وهي الاهم في 3 نقاط: تارجت اورجانز، جنرال ميتابوليزم، اندوكراينال جلاندز، وكل ينقسم الى بدوره 3 نقاط. هننتقل بقى يا اولاد الى الهرمون الاخر وهو البروجستيرون. وقلنا ليه في بروجستيرون؟ لان هذا الهرمون هو بيطلع بالحمل، مسؤول عن موضوع الحمل. فده الهرمون الثاني في الفيميل. قلنا الميل عنده 1 هرمون اللي هو التستوستيرون، مسؤول عن الخواص الذكريه. الفيميل عندها 2 هرمونز، الايستروجينز اللي هو المسؤول عن الخواص الانثويه يعادل التستوستيرون. لكن قلنا لما بيحصل علاقه حميميه ما بين الذكر والانثى، مين اللي بيطلع بالحمل؟ الفيميل. فعندها هرمون خاص بالحمل وهو بروجستيرون، واشتق اسمه من برو يعني قبل، وجستيشن يعني حمل، فبروجستيرون لانه هرمون ما قبل الحمل، لانه بيعد الفيميل ريبرودكتيف سيستم املا ان البويضه هتخصب ويحصل حمل. فاحنا دلوقتي هناخد البروجستيرون. اذا كنا قلنا الايستروجينز في 8 نقاط، فاحنا البروجستيرون هندرسه في 6 نقاط. النقطه الاولى هنبتدئ بها وهو تركيب البروجستيرون. قلنا ان تركيبه كاي سكس هرمون، القاعده العامه بتقول ان السكس هرمونز تركيبهم استيرويدز، الثلاثه
سكس هرمون اللي هم التستوستيرون والايستروجين بروجستيرون كلهم ستيرويدز. وهنا في هذه الحاله بيبقى كاربون 21 بيتكون من 21 كاربون اتوم. وقلنا اهميه انك تعرف ان هو ستيرويدز اللي هم السداسيه بتاعه الاس يبقى سوليبل الليبيد تاني اس يدخل الخليه بسيمبل ديفيوجن تالت اس يروح للنيوكليس يعمل ثانسيس والثانسيس ده هياخد وقت يبقى سلو. يبقى سكس هرمون ادي 6 اس 6 استيرويد يدخل بالسيمبل ديفيوجن يروح سوليبل الليبيد فيدخل بالسيمبل ديفيوجن يعمل ثانسيس وفي هذه الحاله بيبقى الموضوع سلو. فبتفيدنا ان هو جينوميك اكشن يعني انه تركيبه ستيرويدز بتخليني اعرف ان هو في الميكانيزم اكشن جينوميك. دي كانت النقطه الاولى. النقطه الثانيه sources منين بيطلع البروجستيرون. برضو هنبتدي البروجستيرون is an ovarian hormone يبقى لازم تبتدي اول حاجه تقول لنا انه بيطلع من الاوفري. المصدر الاساسي ليه هو الاوفري اهو اللي هو الكيرف باللون الازرق. قلت البروجستيرون جمل بسنم واحد الايستروجين هو باللون الاحمر جمل بسنمين. لو كنت فاكر الاولاني في البري اوفيلاتوري جاست قبل الاوفيليشن والتاني ميديوتير وبيبقى حتى سمولر اند برومت. انما البروجستيرون جمل بسنم واحد بس بيبقى في الميديوتير فيز. بيطلع منين؟ احنا قلنا في السكند هاف اوف ذا سايكل بيطلعوا من الكوربس لوتيوم من اليوتين سيلز. فيبقى البروجسترون اهم مصدر ليه ان هو اوفيريان هرمون يبقى طالع من الاوفري على وجه التحديد من الكوربس لوتيوم من اليوتين سيلز في الميديوتيال. ليه الاوائل بيزود حته ان البروجسترون بيعلو قليلا جاست بيفور اوفيليشن اهي دي للاوائل. ايه قيمه دي؟ ان قلنا دي بتساعد في عمل ال ال اتش سيرج اللي برضه بيحدث ال ال اتش سيرج جاست بيفور اوفيليشن 16 ساعه قبل الاوفيليشن. يبقى الاوائل هيقولوا البروجستيرون بيطلع في النص الثاني من السايكل في الميديوتيال فيز. وبيضيفوا ان البروجستيرون بيزيد زياده طفيفه جاست بيفور اوفيليشن ودي مهمه لل ال اتش سيرج. وقلت لا يوجد معلومه في الفيميل ريبرودكتيف سيستم اهم من انه في النصف الاول من السايكل في هرمون واحد اساسا وهو الايستروجين. بينما في النصف الثاني من السايكل في تو هرمونز ايستروجين اند بروجستيرون. يبقى حتى قلنا في النصف الاول في واحد في النصف الثاني في اثنين. اول واحد الاول واحد والثاني اثنين. اوعى تنسى من فضلك هذه المعلومه. يبقى ده اللي هو السورس طالع من الكوربس ليوتيوم. هل في سورس اخر؟ طبعا في سورس اخرى ان هو بيطلع من طبعا ما تنساش ان قلت في الاوفرين كوربس ليوتيوم لكن في سمول اماونت زي ما شفنا في الاول تطلع من الاوفيريان فوليكلز. يعني الاوفيريان سورسز بتبقى من حاجه من اثنين كوربس ليوتيوم ثم كوربس ليوتيوم ثم كوربس ليوتيوم دي الاساس وسمول اماونتس من الاوفيريان فوليكلز. لكن في مصدر اخر وهو البلاسينتا في الحمل بيزيد جدا اللي هو بتاع الحمل اساسا وبيطلع از ويل زي ما قلنا في حاله الايستروجين. المصدر الثالث اللي هو الادرينال كورتكس الزونا ريتيكولاريس. طيب ننتقل للنقطه اللي بعد كده اللي هي او في نفس النقطه في السورسز هنتكلم نقاط مهمه ان البروجستيرون ده is intermediate product for all the tissues secreting steroids. يعني البروجستيرون بريجنولول على وجه التحديد ده بيبقى intermediate product في اي تيشو بيصنع اي ستيرويد سواء كان سكس هرمون او مش سكس هرمون. هنا بنقول في الكوربس لوتيوم الجرانيولوزا سيلز بتسكريت البروجستيرون باي ذيم سيلفز اور بال by themselves or من الثيكا سيلز اللي هي بتبروفايد البريجنونولون. ده اللي يعني بيتعمل بالجرانيولوزا سيلز بروحها او من البريجنونولون اللي مديهولها الثيكا سيلز اللي جنبها اللي هي خلايا الجدار. مش مهم النقط دي قوي مش عاوز تركزوا فيها.
قلنا البلازما ليفل فاكر انه كان قليل جدا في النصف الاول، والبيك الاساسي بيحدث في الميديوتيال فيز. تصور ده قد ده كم مره بقى؟ 20 مره. يعني عنده 1 بيك في الميديوتيال بيبقى 18 نانو جرام لكل ملي لتر، ده هنا في الميديوتيال. طب في قبل كده في الـ في الـ في الـ في الـ في الفيرست هاف اوف ذا سايكل في البروليفيراتيف بارت بيبقى 0.9 نانو جرام للملي لتر، يعني بيزيد البروجستيرون 20 مره. يعني خد بالك لطالب مدقق اهو، في بروجستيرون في النصف الاول من السايكل بس قليل جدا، يعني في خط ازرق اهو بيزيد 20 تايمز في اليو تي ال فيز. هنا بيبقى 0.9 انما هنا بيبقى 18، ادي 20 مره، هنا 0.9 هنا 18 نانو جرام لكل ملي لتر. يبقى خلصنا نقطتين عشان ما انتهش من الست نقط، ان البروجسترول ستيرويد 21 كربون اتوم، وبعدين النقطه الثانيه السورسز انه بيطلع اوفيريان اساسا من كوربس لوتيوم، كوربس لوتيوم ثم كوربس لوتيوم، لكن في شويه بيطلعوا في الاول من الاوفيريان فوليكلز، وكمان من البلاسينتا زي الايستروجين، وكمان من الادرينال كورتكس. وقلنا ان عنده 1 بيك، وان الليفل في اليوتيال فيز 20 مره قد الليفل في البري اوفيلاتوري اللي هي في البروليفيراتيف فيز. النقطه الثالثه ترانسبورت بيبقى بيحمل 2% فري زي الايستروجين بالظبط، و98% باوند تو بلازما بروتينز. هنا بقى الاختلاف في الرقم، ال 98% بيبقى 80% منهم مع الالبوم مش 60% بس، و 18% مع الجلوبلينز. ومره ثانيه هقول القاعده، الاستيرويدز هرمون للطلبه اللي فاهمه، وانا بحب جدا التجمعات يا اولاد، لان التجمعات بتخليك تعرف اكثر من معلومه في وقت واحد. ان موست ستيرويد هرمونز، القاعده بتقول معظم الستيرويد هرمونز سواء كانوا سكس هرمون او مش سكس هرمونز بيحملوا على الجلوبلينز. ليه؟ لانه ده عنده الهايست افينيتي، ما عدا افتح ودانك، الفيميل سكس هرمونز اللي هما مين؟ ايستروجينز اند بروجستيرون بيحملها اساسا على الالبوم. الايستروجين كان 60% على الالبوم، البروجسترون اكتر، الاستيل بيبقى اكتر في اثناء البريجننسي لان هو ده بتاع الحمل، 80% على الالبوم و 18% على الجلوبلينز. النقطه الرابعه الميتابوليزم، كما البروجسترون في الليفر بيبقى كونفرتد تو بريجنانولون واكسكريتد ان يورين. النقطة الخامسة الميكانيزم اوف اكشن، كونه استيرويدز قلنا يبقى على طول الاكشن بتاعه جينوميك. خلاص، الريسبتور بتاعت البروجستيرون بتبقى متغطية بحاجة اسمها هيت شوك بروتين، وبعدين البروجستيرون بيبقى عامل زي القبعة، الهيت شوك بروتين ده زي، يعني اعتبر الريسبتور هو الرأس ومتغطي بالقبعة اللي هي الهيت شوك بروتين. فاللي بيعمل اللي بيحصل البروجسترون بيشيل القبعة دي من على الريسبتور، بيشيل القبعة من على الرأس ويشتغل. فالبروجسترون ريليسز اتس ريسبتور فروم ذا هيت شوك بروتين. وطبعا يا اولاد الهيت شوك بروتين ده موضوع طويل، اكتشف في الستينات وليه سموه هيت شوك بروتين، لان لما الخلية بس دخلي على الهوامش خارج الموضوع للزملاء الاصغر سنا، لما الخليه بتتعرض لصب ليثال هيت يعني سخونه غير مميته، الخليه بتحمي روحها بتكوين الهيت شوك بروتين، عشان كده سموه الهيت شوك بروتين، لكن بيزيد في حالات اخرى اهمها انواع مختلفه من الستريسز. انسى هذه الحقيقه بس تبقى فاهم ان الريسبتور بتاع البروجسترون متغطي بالهيت شوك بروتين، وان البروجسترون بيشيل هذا الهيت شوك بروتين من الريسبتور عشان يقدر يشتغل، فيكسبوز الدي ان اي ويمسك في البايندينج دومين القطعه الاساسيه في الريسبتور اللي هي اي اور بي. طيب نيجي بقى اهم حاجه في الموضوع وهي الاكشن اوف بروجسترون،
وظائف البروجسترون ده أصغر كتير من الإيستروجين. هنتكلم عليه في النقاط الآتية أولاد، خمس نقط وما عشقت مثل عشق لله، هنقسمهم اتنين اتنين واحد. فهنتكلم على البرايمري سكس أورجان والسكندري سكس أورجانز. مفيش هنا سكندري سكس كاركترز، مش هتجيب سيرت على الإطلاق. يبقى اخترنا من التارجت أورجان برايمري سكس أورجان وسكندري سكس أورجان، ادي اتنين احفظوا معايا. وبعدين هناخد حاجتين مع بعض، علاقته بالريسبيريشن وانه بيسخن الجسم ثيرموجينيك، وهقول ايه العلاقه ما بينهم في اوانيه. وبعدين علاقته بالالكترولايتس نمره خمسة، ده هرمون اصغر قليل. نبتدي باهم حاجه وهي الاكشن على السكندري سكس اوربتس برضو بطريقه العبد الله، والا هيتداخل الايستروجين مع البروجسترون اذا ما فهمتهاش بالطريقه اللي انا بحب اشرحها بيها من فضلك. انا قلت ان الايستروجين هدفه سعيه نحو اخصاب البويضه، هو اسمه مولد النزوه، ايستروجين جينيسيس وايستر سايكل، امله ان البويضه تخصب. وعارف الايستروجين ان البويضه دي قابله للاخصاب لمده 12 ساعه بس في الشهر كله، في الشهر القمري كله، في الدوره كلها. وزي ما قلنا الإخصاب بيتم في أوسع حتة في الفالوبيان تيوب، عندها 12 ساعة بس. فإذا بيعمل كل حاجة تسهل إخصاب البويضة. في عجالة بيسرع الموتيليتي أوف فالوبيان تيوب اللي جايبة البويضة للأمبولة، للميدان العام اللي قلنا اللي هو فعل فاضح في ميدان عام، بيسرع الموتيليتي أوف فالوبيان تيوب ويزود عدد النمبر أوف سيليا والأكتيفيتي. طب السبيرم جاي محطوط في الفاجينا، فبيزود الأكتين والمايسين بتاع اليوترس والسنسيتيفيتي تو اوكسيتوسين والريسبتور والاكسيتابيلتي والبلاد فلو، عشان لما اليوترس ينقبض وينبسط بيكريت نيجاتيف بريشر، يروح شافط السبرم من الفاجاي وهيمر من خلال عنق الرحم، فخلاله الافرازات ثين الكالاين ميوكس. يبقى الفكره انه بيسعى للاخصاب. البروجسترون بيفترض ان البويضه اخصبت، فبيشتغل بطريقه تانية خالص، مش بيسعى للاخصاب، بيشتغل على فرض انها تم اخصابها. ايه اللي مفروض يحصل؟ تعالى بقى نتفرج مع بعض شوف بيعمل ايه. هو يعلم ان البويضه اللي تم اخصابها دي في اوسع حته في الفالوبيان تيوب، لما قلنا فعل فاضح اهو في ميدان عام في الامبوله، هتاخد من 3 ل 4 ايام عشان تصل اليوترس. يبقى معانا جنين اهو بويضه مخصبه، على رأي معانا ريال معانا ريال في الاغنيه بتاعت فيروز، هنا معانا جنين معانا جنين، هياخد 3-4 ايام عشان يروح اليوترس. طب لازم توكله، فعشان كده بتزود افراز الميوكس من الفالوبيان تيوب كنيوتريشن. مش عاوز اقرفك بس عشان في مزاح تفتكر الجنين مقرف بيحب ياكل مخاط ميوكس، احلى وجبه عنده المخاط، بروتين احنا بناكل هوبر لحمه، هو البروتين بتاعه عباره عن ميوكس. فيبقى الاكشن هنا على الفالوبيان تيوب، خلاص هو بيفترض ان البويضه اخصبه، البروجسترون يعني ما قبل الحمل، فبيزود الميوكس سكريشن فور نيوتريشن. ليه؟ لان الرحله دي هتقعد 3-4 ايام عشان خاطر يوصل اليوترس. وصل اليوترس، فاكر كان معد السكريتوري فيز، كان البروجسترون عامل له هنا سكريتوري فيز في اليوترس، مليله الاندوميتريال ستروما والجلانز بمواد غذائيه. كنا قلنا حط في الاندوميتريال ستروما ليبيد وكربوهيدرات اللي هو جلايكوجين، ليبيد وجلايكوجين وكربوهيدرات، وملاله الجلانز بالحاجه اللي بيحبها اللي هي الميوكس، كانت جلانز فيلد والسكريشن اللي هي ميوكس. يبقى مجهزها له هنا مليانه غذاء لان في جنين. وبعدين هياخد هذا الفيرتلايزد اوفم ويعمل لها امبلانتيشن نمره 2. يبقى الاول جهزها بسكريتوري فيز. تصور بقولها جمله لا تنسى يا اولاد، ان كل شهر البروجسترون يعمل سكريتوري فيز املا ان البويضه هتخصب ويتم زرعها في السكريتوري فيز، لكن ده لا يحدث. ونهده كل شهر يعمل سكريتوري فيز ونهده، سكريتوري فيز ونهده اللي هو المنستريشن، نهدمه املا ان في يوم من الايام شوف الصبر، البويضه دي هتخصب، فيبقى جاهز هو بالسكريتوري فيز ويعمل لها
implantation خلاص اللي هو يسموها decidualization وبعدين يحط جنبها ده مش هيكفيها بقى تم وتبقى بين جامل يبتدي يحط جنبها البلاسينتا الفورميشن بلاسينتا اللي هي المصدر الاساسي لغذاء الجنين وبعدين معانا جنين هنا مش عاوزين نلفظه يبقى بالعكس تماما يقلل اليوتراين كونتراكشن يعني انتي ايستروجين بانه يعمل هايبر بولاريزيشن يبعدني عن الفارين ليفل عشان اليوترس ما ينقبضش ويقلل الايستروجين ريسبتور والاستراديول اللي هو اقوى ايستروجين ويقلل حساسيه الاوكسيتوسين اللي بيقبض الرحم يبقى شوف الفكره هو الاكشن هو على نفس المناطق بس بمنظور مختلف هنا بمنظور البويضه تم اخصابها فجهز كل شهر بيجهز بلا كلل صبر رهيب سيكريتوري فيز آملا ان في يوم من الايام البويضه هتخصب لا يكل كل شهر ونهده سيكريتوري فيز ونهده سيكريتوري فيز ونهده آمين ان في يوم من الايام هتخصب يعمل لها امبلانتيشن وبعدين طب ده هيكفيها شويه ايام بس بعد كده عاوزين مصدر اساسي للغذاء فورميشن بلاسينتا وبعدين يضعف انقباض الرحم للحفاظ على الجنين فيقلل اليوتراين كونتراكشن ازاي انتي ايستروجين ده اهم حاجه بانه بيعمل هايبر بولاريزيشن يقلل الايستروجين ريسبتور ويحول الاستراديول اللي هو الموست بوتنت الى استرون اللي هو الليست بوتنت ويقلل السنسيفيتي تو اوكسيتوسين طيب نيجي للسيرفكس بقى يا اولاد معانا جنين فوق هنا مش عاوزين حاجه ديسترب هذا الجنين فبالعكس يروح حاطط لي ثيك ميثين ميوكس بلاج كان السداده هنا قفل بيها عنق الرحم لانه جوه الرحم في جنين لا نريد اي شيء يديسترب هذا الجنين يبقى ثيك ميوكس بلاج نيجي نمر بقى على الفاجينا بيزود البروليفريشن وطبعا تبقى كارثه لو حصل انفكشن فبيزود معاها الوايت بلاد سيلز ده في الفاجينا نيجي لل بريست يكمل ما بدأه الايستروجين ان معانا جنين في يوم من الايام هيتولد هيحتاج رضاعه اذا كان الايستروجين عمل نيبل اند داكتس دي اهم حاجه في الام اس كيو فالبروجسترون اهم حاجه في الام اس كيو يكمله بيحط الفيولاي والبيولز بس خد بالك احنا قلنا ان هو اسمه بروجسترون هو تمام بيبتدي العمل بتاعه من قبل الحمل حتى هنا ابتدى العمل بتاعه من قبل الرضاعه بانه عمل البيول والفيولاي وايفن بيزود بيسبورت بيأجمنت الاكشن اوف ايستروجين اللي كان بيعمل داكت فهو بيساعد الداكت ديفرانشيشن تميز الداكتس يظبط الداكتس القنوات يعني عمل اساسي انه بيعمل البيولز اند الفيولاي لكن بيساعد ايستروجين في عمل داكتس داكت ديفرانشيشن وبيساعد البرولاكتين في انه يملى الالفيولاي بلبن لاكتيشن ده الخمسه اكشنز على السكندري 6 اورجانز وهي الاهم اللي هما نفس الخمسه سكندري 6 اورجان اللي اتكلمنا عليهم في الايستروجين بمنظور مختلف اتمنى تبقى الفكره وضحت الايستروجين بيسعى الى اخصاب البويضه وهو يعلم انها قابله للاخصاب 12 ساعه فقط فبيسرع من كل عمليه ويسهل من كل عمليه يزود الموتيليتي اوف فالوبيان تيوب عشان توصل بويضه الى الامبوله بسرعه عشان ما نهدرش ال 12 ساعه يقبل الرحم عشان يشفط السبيرم من الفاجينا وبعدين عشان يمر بسهوله خلى هنا ثين الكلاميوكس وبعدين قلنا على الفاجينا بيساعد النزوه في احتكاك فكان بيعمل استراتيفيكيشن وكورنيفيكيشن ويطهرها بانه يحط جلايكوجين حول اللاكتيك اسيد تبقى اسيديك اند سو اون انما هنا بالعكس البروجسترون بيفترض ان هناك بويضه مخصبه فيعمل ايه بقى يبقى عاوزها تتغذى لمده 4 ايام عشان توصل يوترس المسافه دي بتاخدها باربع ايام يبقى يديها اهم غذاء بتحبه قلنا الجنين مقري شويه يحب الميوكس بروتين احنا ناكل هوبر هو ياكل مخاط يزود الميوكس ايفن مستنيه في اليوترس بالسكيتوري فيز اللي بيعمله كل شهر ونهده امين ان في يوم من الايام هتقصد وانس اخصبت يعمل لها امبلانتيشن ويكون جنبها بلاسينتا ويمنع اليوترس من انه يلفظ هذه البويضه المخصبه معانا جنين عاوزين نحافظ عليه يبقى يقلل انقباض الرحم ثم يغلق السيرفكس بثيك ميوكس بلانك
اما الفاجينا بيزود البروليفريشن طبعا. فاهم ليه بيزود البروليفريشن؟ ان في ساعه الولاده الفاجينا دي هيحصل لها بالونينج، يعني زي البالونه هتتنفخ كده عشان تنزل الهيد اوف ذا بيبي، فلو ما بداتش بجدار تخين هتتقطع في اثناء الولاده، عشان كده عمل بروليفريشن تاخر الجدار ويزود الوايت بلاد سيلز. ثم على البريست يكمل ما بداه الايستروجين. هناك كان بيعمل نيبلوداكس، هنا يعمل لبيول والجيلاي، وان كان بيسبورت الايستروجين في الدكت ديفرنشيشن ويسبورت البرولاكتين في اللاكتيشن. اتمنى يا اولاد تبقى الفكره وضحت، وبدون هذه الفكره اللي بيعرضها لعبد الله هيتدخل الخمسه اكشن على السكند سكس اورجانز بتوع الايستروجين مع الخمسه اكشن على السكند سكس اورجانز بتوع البروجسترون. الايستروجين يسعى الى حدوث الاخصاب، مولد النزوة، عاوز نزوة وممارسة جنسية واخصاب للبيضة في حدود 12 ساعة. الثاني بيفترض ان البيضة اخصبت، بيعد الحمل، فسموه بروجستيرون ما قبل الحمل. ده الفهم الصحيح لهذه الموضوعات اللي اتمنى كل واحد اندر جراديت وبوست جراديت بيعمل نساء يسمع هذه المحاضرات. مش ممكن يعرف امراض نساء من غير ما يستمع اليها. نيجي على البرايمري سكس اورج. قلنا يا اولاد ان البروجسترون بيطلع اساسا ان لارج اماونت في اني فيز. قلنا في اليوتيال فيز البيك بتاعته بتبقى في الميد يوتيال اهي فوق 20 مره قد المينيوت اماونت اللي بتطلع قبل الاوفيليشن. طب ايه اهميه المينيوت اماونت؟ قلناها، يعني ايه اهميه المينيوت اماونت اللي بتطلع اهي هنا؟ انها دي بتوجمنس ال اتش سيرج اللي بيعمل اوفيليشن، بتوجمنس. طيب وايه وظيفه اللارج اماونتس؟ ان اللارج اماونتس بقى بتنهيبت ال اتش وبالتالي الاوفيليشن. ما احنا عندنا بويضه مخصبه، ففي اثناء الحمل لا يصح ان يحدث تبويض اخر، هنجيب جنين نحطه على جنين تاني. فعشان كده وانس البروجسترون طلع اللارج اماونتس بيفترض ان في بويضه مخصبه بعد الاوفيليشن، فبيقلل نايزنج هرمون ويمنع اي اوفيليشن. وعشان كده في الحمل لا يحدث دورات لا في اوفيريان ولا في منسترال سايكل اللي معانا بويضه مخصبه. دول الاكشن على السكند سكس اورجانز والبرايمري سكس اورجان. باخد 3 و4 على ريسبريشن بيستيميليت ريسبريشن، والثيرموجينيك بيزود درجه حراره الفيميل. جمله حفظتها الاجيال، هاف ديجري in the second half of the cycle. مش البروجسترون ده بيطلع في النص تاني من السايكل، كل فيميل بتزيد درجه حرارتها نص درجه، البادي تمبرشر بيزيد هاف ديجري in the second half of the cycle. فيها سجع اهو يحفظها لك، هاف in the second half. ليه كل فيميل لو قاست درجه حرارتها هتلاقيها بتزيد نص درجه في النص التاني من السايكل اللي هو متوافق مع طلوع البروجسترون، لان البروجستيرون ثيرموجينيك، مولد الحراره ثيرموجينيك. وعلى فكره دي برضو شور ساين ان حصل اوفيليشن. ما هو تعال نفكر، مش هي لو حصل اوفيليشن هيحصل بعديها كوباسوتيوم، هيطلع بروجسترون هيرفع درجه الحراره، فممكن الاستعانه فيها في معرفه وقت الاوفيليشن في محاوله لتنظيم النسل، ان احنا لا يقارب الزوج الزوجه لو لقى درجه حرارتها عليت نص درجه يبقى بس حصل اوفيليشن بدليل الكاون كوربس يوتام اللي طلع بروجسترون اللي بيعلي درجه الحراره نص درجه في النص الثاني. اوعى تنساه، هاف ديجري ان ذا سكند هاف. طالب يقول لي عودتنا تفهمنا هو ليه البروجستيرون بيستيميليت الريسبريشن. وعلى فكره مش بصوره ملحوظه، يعني لو بصيت للست مش هتلاقي الريسبريشن تقدر تشوف انه استيميليتد. احنا دليلنا على ذلك هو نقص البريشر اوف كاربون دايكسايد، ما انا هاخدها في صوره مبالغه يا اولاد. والواحد عمل استيميليشن للريسبريشن هيوحش الكاربون دايكسايد، هيغسل الكاربون دايكسايد، فالبريشر اوف كاربون دايكسايد يقل. يبقى دليلنا ان البروجسترون بيستيميت الريسبريشن هو انخفاض البريشر اوف سي او 2، لكن كمان بيعلي درجه حراره الفيميل هاف ديجري ان ذا سكند هاف اللي هي المرحله المتطابقه مع طلوعه، ما بيطلع في السكند هاف وهو ثيرموجينيك. طالب عودتنا تفهمنا هو ليه بيعمل كده؟ ممكن تفكر معايا. تفتكر لو الست بقت حامل واحنا قلنا البروجسترون بيسعى للحمل، يبقى دلوقتي
هي مسؤولة عن نفسها وعن جنينها. يعني اتنين مش واحد، الأم والجنين. وإيفن حجم الأم فكر في أثناء الحمل، الأم نفسها حجمها بيحصل له إيه؟ بيزيد. يعني الميتابوليك رياكشن بتزيد باضطراب، الأم وزنها زاد وجواها شخص آخر هو الجنين. يبقى عليه الميتابوليزم. الميتابوليزم يا أولاد لازم يحصل له إيه؟ لازم يزيد. طب إيه أكتر حاجة بتزود الميتابوليزم؟ إنك تزود الحرارة. عشان كده البروجستيرون بيزود حرارة الفيميل هاف ديجري ان ذا سكند هاف اوف ذا سايكل. طب والميتابوليزم ده في الانسان معظمه اوكسيديتيف، يبقى لازم نستيميليت ريسبريشن. This is why البروجستيرون بتاع الحمل يعلم يقينا من الخالق ان الميتابوليزم هيزيد في الحمل، فعمل استيميليشن ريسبريشن وعمل زياده في درجه الحراره هاف ديجري. ألا يدل هذا يا أولاد بقى معقول الحقائق دي كلها اللي بشرحها بطريقتي تعني أن الطبيعة هي اللي عندها الكلام ده، أنها قوة عشوائية؟ ألا يدل هذا على أنه وراء الخلق قوة عاقلة عاقلة نسميها الله؟ وأستغرب أن يوجد في عالمنا هذا بعد هذه المحاضرات حتى للي بيجادل علميا أن يوجد ملحدون. طيب نيجي نمرة خمسة، الإلكترولايت بالانس. البروجستيرون نورمالي لايك جلوكوكورتيكويدز أن مينرالوكورتيكويدز بيشتغل على الديستال كونفوليوتيبيول يعمل سولت أند ووتر ريتينشن لعمليات البناء. في الأول البروجستيرون بيشتغل زي الجلوكو والمينرالو على آخر حتة في النفرون زي ما تعودنا الديستال يعمل احتفاظ بالماء والملح. In large doses بقى لما يزيد جدا البروجستيرون في نهاية الحمل بالعكس مش هنقعد نعبي ماء وملح هيحصل بقى هايبرتنشن رهيب. فشوف الروعة، يتحول العمل من نقيض للنقيض in large doses. يكمبيت مع الألدوستيرون، يعني فور ريسبتور الأول كان بيشتغل كأنه ألدوستيرون وجلوكوكورتيكويدز، بعد كده في الآخر لما يزيد جدا يكمبيت مع الألدوستيرون ويعمل salt and water excretion مش retention. ده كان يا أولاد الأكشنز of progesterone. ده أسهل كتير من الإستروجين. وفي عجالة تاني اتكلمنا على 2-2-1 خمسة هم 2-2-1 اتنين اللي هما secondary sex organs والsecondary والprimary sex organ. secondary sex organ primary sex organ مين اللي أسقطناها؟ secondary sex characters. ليه؟ لأن مش هو المسؤول عن الخواص الأنثوية، المسؤول عن الخواص الأنثوية هو الإيستروجين. عشان كده أسقطنا السكندري سكس كاركترز. عاوز واحد فاهم مش بيحفظ السلام، مش حط ده مطرح ده لأنه مش فاهم حاجة. وساعات ألاقي بعض الزملاء الأصغر سنا بيميكس الحاجات فبقى مستغرب، يبقى مفيش فكرة. خلينا نقولها الأصغر سنا تهزمًا، والمحاضرات دي على فكرة هم معنيون بها، يسمعوها عشان يعرفوا ازاي يتكلموا. يبقى ليه في تو هرمونز قلنا، واحد خاص انثوي والثانيه طالع بالحمل. And this why ده مسؤول عن السكندري سكس اورجانز والبرايمري سكس اورجان. مفيش سكندري سكس كاركترز. طب علاقته بالريسبريشن والثيرموجينيك، ليه بيستيميليت الريسبريشن وبيزود درجه الحراره هاف ديجري ان ذا سكند هاف؟ فعشان خاطر الميتابوليزم بيزيد في الحمل. وبعدين نمره خمسة علاقته بالالكترولايتس، ان في الاول يشتغل زي المينرال والكورتيكويدز والجلوكو وبعدين يكمبيت مع الالدوسترون فيعمل سولت اند ووتر اكسكريشن. يبقى 2-2-1 سكندري سكس اورجانز وبرايمري سكس اورجان ادي 2، الريسبريشن والثيرموجينيك ادي 2، والالكترولايت بالانس. ده كان الجزء الهام في محاضرتنا اليوم. ننتقل للجزء الاقل اهميه اللي هو الابنورماليتيز اوف اوفيريان فانكشنز. فيما يخص أمراض الأوفري abnormalities abnormalities of ovarian functions هنقسمها إلى الآتي. عادي احنا قلنا لو الخلل في الغدة المعنية اللي هي في حالتنا هذه هي الأوفريز هنسمي ده primary hypogonadism. يعني لو الأوفريز ما بتطلعش الإيستروجين والبروجسترون أو فشلت في وظائفها لأنها بتطلع إيستروجين والبروجسترون بتعمل أوفيليشن
نسمي ده برايمري هايبوجوناديزم. اما لو كان فشلها بسبب ان الهايبوثالامس ما بتدهاش جونادوتروبين ريليسينج هرمون والبيتيوتري ما بتدهاش جونادوتروبينز فيسموا ده سكندري هايبوجوناديزم. نفس القاعده هي هي، لو الفشل في الغده المعنيه اللي هي الاوفري تبقى برايمري بسبب ان الرئاسه اللي بتشغلها البيتيوتري هايبوثالامس ما بيشغلوهاش يبقى سكندري هايبوجوناديزم. هذه تقسيم. طيب نيجي تقسيمه تاني حسب متى حدث هذا. لنفرض الاوفر اللي هي البرايمري هايبوجوناديزم حدث قبل البلوغ بري بيوبرال ولا حدث بعد البلوغ بوست بيوبرال هايبوجوناديزم بالظبط يا اولاد؟ تقريبا كانك بتتكلم على الكاستريشن الخاصيه، فهتتكلم على الاوفري اللي هو برايمري سكس اورجان سكندري سكس اورجانز، وهنا بقى انا بتكلم على الاوفري ككل ايستروجين وبروجسترون ايستروجين، هتكلم على السكندري سكس كاركترز. ادي الثلاثه برايمري سكس اورجان سكندري سكس اورجان سكندري سكس كاركترز، وبعدين اكشن على الجنرال ميتابوليزم. نفرض طفله الاوفري مش شغال، شلنا لها بوث اوفريز عشان نسهلها لك في المخيله، يبقى الطفله دي عمره ما هيحصل عندها دورات، يبقى عمره ما هيحصل لها منستريشن. الطفلة اللي عمرها ما شافت منستريشن يسمي ده برايمري امينوريا. لما الامينوريا تحدث يعني امينوريا يعني نو منستريشن، عمرها ما حصلها منستريشن يسمي ده برايمري امينوريا. وطبعا ما فيش مبيض يبقى ما فيش بويضات يبقى مش هتخلف يبقى ستريتي. طب السكندري سكس اورجانز دي ريمين انفانتايل، اليوترس والفاجينا وكل الاورجنز دي والحاجات دي هتبقى زي بتاعه الطفله، هتبقى طفله مش هتمه مش هيحصل بلوغ. طب السكندري سكس كاركترز دو نوت ابير، لا هيبقى عندها ثدي ولا جسمها هيبقى بالصوره اللي اتكلمنا عليها بقى اللي هي الثمانيات والراوند كونتور كل الحاجات دي، والشعر بقى الكثيف في راسها وتقل جدا الفيسو البادي هير والسكين يقل الاكني كل ده مش موجود. دو نوت ابير، مفيش اوفري برايمري هايبوجوناديزم، حدث بري بيوبرال قبل البيوبرال. طيب قلنا ان مش هيحصل يونين اوبيفيزيس، هيحصل ديليد يونين اوبيفيزيس مش هيحصل خالص، هيتاخر اليونين اوبيفيزيس، فتبقى مثل الطفل اللي هو تم اخصائه تبقى اطول. قلت لو جبت ايدنتيكال توينز طفلتان من بويضه واحده المفروض يبقوا زي بعض بالظبط، وشلت الاوفرز من واحده فيهم هيتاخر اليونين اوبيفيزيس تبقى اطول. تملي الاطفال اللي هم الخصيان والبنات اللي هم متشال منهم الاوفرز يبقوا طولر، زي بالظبط كانك بتتكلم على الكاستريشن. الثلاث نقط الاساسيه اللي هي مش احنا قلنا يا اولاد ان الهرمون الجنسي اساسا مسؤول عن الجنس وايكوال امبورتنت جنرال ميتابوليزم، فاحنا حطينا نفس العناوين. لو تفتكر ايه فكره الاربع نقط دول؟ ثلاثه اللي هم علاقته بالجنس سكند برايمري سكس اورجان سكندري سكس اورجانز سكند سكس كاركترز، ادي ثلاثه. وخدنا اهم حاجه من الجنرال ميتابوليزم اللي هو اليونين اوبيفيس. لنفرض ان واحده شلنا لها الاوفرز بوست بيوبرال يعني بعد ما بلغت وجالها المنستريشن وزي الفل ورحنا شايلين البويضات المبايض اسف. طب شلت المبايض يبقى الاوفرز يبقى هيتوقف الاوفيريان سايكل وعليه اليوتراين، ده نسميه بقى سكندري امينوريا لان حصل لها منستريشن وقف، يبقى نسميها سكندري امينوريا اند ستريلتي برضه مش هتخلف مفيش مبايض. طب على السكندري سكس اورجانز مش هنقول هتقعد انفانتايل، هنقول هتصغر شويه هتريجريس تقل قليلا. السكندري سكس كاركترز برضو ريجريس يعني تقل، ظهرت بس ما فيش كميه ايستروجين كافيه تومنتينت بالصوره الواجبه، على فكره مش هتصغر ترجع زي ما كانت طفله مش عاوز عبط، هتقل عن الوضع الامثل ريجريس بس. طب واحنا قلنا على البون بيحصل اوستيوبوروزيس، الاكشن الاساسي بتاع الايستروجين على البونز والجينيتاليا مش على المصل، في اكشن على المصل بس المصل في الفيميل اضعف فبتبقى ويستنج، انما الاكشن الاساسي على البون اوستيوبوروزيس، تبقى دي عارفها كويس قوي.
يبقى اول تقسيمه قسمنا الابنورماليتيز ان اوفيريان فانكشن للبرايمري وسكندري، قسمناها بري بيوبرال البرايمري وبوست بيوبرال. طيب الايستروجين سيكريتنج اوفيريان هرمونز، يعني لو في اوفيريان تيومرز، اسف ايستروجين سيكريتنج اوفيريان تيومر، في ورم في المبيض طلع ايستروجين في التشايلد هود، لو طفله وهي طفلة عندها 6-7 سنين الأوفر يطلع إيستر، يبقى هتابله وهي عندها 7 سنين، يبقى يسموا ده بريكوشيس بيوبرتي، بلوغ قبل موعده، بس كاذب سودو. ليه كاذب؟ افهم، لأنه قلنا إن هقولها المرة العشرين يا أولاد، البلوغ هو ما الهايبوثالاموس، البداية الصحيحة البلوغ من فوق، ان الهايبوثالاموس يطلع جوناتروبين ريليسينج، وبالتالي بتيوتر يطلع جوناتروبينز، وبالتالي تستجيب الجونات اللي منها الأوفرس في حالتنا الوقتي تطلع الأوفيريان هرمونز، ده البداية الصحيحة. هنا انت بدأت بداية خطأ، حصل ورم في الأوفرس طلعت جوناتروبينز كتير، طلعت أوفيريان هرمونز كتير إيستروجين بروجسترون، فالبنت بلغت، يبقى حصل ورم في الأوفرس طلعت أوفيريان هرمونز كتير اللي هي الإيستروجين بروجسترون، فبلغت قبل موعدها. بس لما طلع إيستروجين بروجسترون كتير بالنيجاتيف فيدباك قل الجوناتروبينز ريليسينج هرمون بتاع الهايبوثالاموس، وقل الجوناتروبين بتاع البيوتري، يبقى بالتالي أدام مفيش جوناتروبينز مفيش أوفيريان سايكل، وعليه مفيش منسترال سايكل، يبقى بالتالي مش هتخلف، يبقى ده بلوغ بشكل بس لكن ما بتخلفش، فيسموها بريكوشيس قبل الميعاد سودو. يبقى ليه يا سودو؟ كانت تبقى ترو لو البدايه حصلت من النقطه الصحيحه، قلت وهقولها مليون مره، النقطه الصحيحه للبلوغ هي، افتح ودانك، هايبوثالاموس، لازم عند البلوغ تبتدي الهايبوثالاموس تطلع جوناتروبين ريسينج هرمون، وعليه البيتيوتري تطلع جوناتوتروبينز، وعليه الجوناتس تطلع الاوفيريان هرمونز في حاله الفيميل او التستروم في حاله الميل. لو بدأت من فوق بيديك ترو بريكوشيس بيوبرتي، لو بدأت بدري من فوق، بدري عن معاد من فوق، ترو بريكوشيس بيوبرتي. لكن لو بدأت من تحت، حصل ورم في الأوفرز، ورم في التسكل، ورم في الأدريان كورتكس، طلع سكس هرمون كتير، يبقى الشكل بقى فيه سكس هرمون، بلوغ كاذب. ليه؟ لما طلع سكس هرمون كتير وقف الجوناتروبين ريليسينج، وقف الجوناتروبينز، يبقى ما فيش تريتي، فيبقى كاذب. افهم، يبقى لو في تشايلد بريكوشيس سودو بيوبرتي، افتر مينوبوز بيبقى جرانيلوزا سيل تيومر. طيب ده كله مش عاوزك تهتم بيه قوي، اللي جاي مهم قوي، الابنورماليتيز اوف اوفيريان سايكل، اهم واحده فيها اللي هي الانوفيلاتوري سايكل، سايكلز ويذاوت اوفيليشن. بص يا ولاد، ما هو، بقولها بوضوح شديد، ما هو اهم حدث في الفيميل ريبرودكتيف بيريود اللي هو في اليوم ال 14؟ الاوفيليشن، التبويض، الوظيفه الاساسيه للمبايض، ومن اسمها مبايض، ان تنتج بويضات عشان تبقى الفيميل قابله للحمل. فان فيميل عندها ريبرودكتيف سيستم لا ينتج بويضات، يبقى فقط قيمته هو ده الانوفيلاتوري سايكل. الحدث الاهم هو في اليوم ال 14 اللي هو الاوفيليشن اللي قلناه. اقوله تاني، الرايزنج ليفل اوف ايستروجين 2 دايز بيفور اوفيليشن، 2 دايز يعمل 2 سيرج، 2 دايز بيفور اوفيليشن رايزنج ليفل اوف ايستروجين يعمل 2 سيرج، ال اتش سيرج هو الاهم، واف اس اتش سيرج، ان ده 6-10 مرات، انما ده مرتين لثلاثة. فيعمل ايه؟ يضعف حته في الجرافيان فوليكل والبريشر يزيد في الكافيتي، يضعف حته اللي هي الاستيجما بالبروتوتيك انزيم، والبريشر يزيد بالبروستاجلاندينز اللي بتعمل فازو دايلتيشن ومور ترانسوديشن وبيسلز جديده، فجاه بوم تنفجر. واحنا قلنا ان البويضات من روعه الخالق حاططها في القشره بتاعت الاوفر، عشان لما تنفجر البويضه تنطلق في البروتونيال كافيتي فتتلقفها اهداف الفالوبيان تيوب، وراها فيوسيسيز بلاد. تصور يعني بتنطلق البويضه وراها فيوسيسيز اوف بلاد، هنشوف ايه اهميه الفيوسيسيز اوف بلاد دي. تتلقى في البويضة دي الأهداف بتاعة الفالوبيان تيوب وتوديها بسرعة للمكان المتسع الأمبولة، أملا في أن يحدث لها
اخصاب وبقيه الجرافيوم فوليكل اللي يعمل الكوباسيوتيوم ده اهم حدث اللي هو الاوفيليشن. الاوفيليشن اقولها تاني في اليوم ال14 الرايزنج ليفل اوف ايستروجين 2 دايز بيبتدي 2 دايز بيفور اوفيليشن يعمل 2 سيرج ال سيرج اف اس اتش سيرج يعمل حاجتين يضعف نقطه في الجرافيوم فوليكل اللي استجما بالبروتيتيك انزيمز ويزود البريشر في الجافتي والبروستاجلاندينز اللي بتزود البلاد فيسلز وتعملها بازو دلتيشن فيحصل ترانسيوليشن يميلي فلويد دي تضعف ودي البريشر بيزيد دي بتضعف البريشر بوم تنفجر لتنطلق البويضه وراها فيوسي سيزو بلاد للبروتونيوم لتتلقف اهداف الفالوبيان تيوب وبقيه الجرافيوم فوليكل. وقلت جرافيوم في السبيلنج يا اولاد دبل اي اف واحده هو اسمه كده الراجل جرافيا اللي هو الداتش اناتوميست دبل اي اف واحد ده السبيلنج بتاع كلمه جرافيا جي ار اي اي اف اي ان جرافيوم فوليكل ده كانت يبقى اذا سايكل هاش اوفيليشن يبقى ملوش قيمه ريبرودكتيف سيستم. فعشان كده ده اهم موضوع يا اولاد نظري مهم جدا الانوفيلاتوري سايكل. يبقى هنتكلم على الانوفيلاتوري سايكل في النقاط الاربعه الاتيه من جيل باي ديفينيشن سايكل without ovulation سايكل ما فيهاش ovulation failure ovulation ايه الكوز في physiological causes وفي pathological causes. خد المفاجاه احنا قلنا اعقد فيدباك هو بتاع الفيميل ريبرودكتيف سيستم صدق او لا تصدق كل فيميل نورمال فيميل في عالمنا هذا عبال ما السايكل تظبط روحها الفيرست فيو سايكلز اب بيوبرتي اول كذا سايكل عند البيوبرتي ولما تقدم اللاست سايكلز اب مينوبوز اخر كذا سايكل اب مينوبوز دول بيبقوا انوفيلاتوري زي العربيه مع الاعتذار في التعبير ما يزعلوش البنات مني في الاول يقول لك بنلينها بنظبطها العربيه زمان على الاقل كان كده دلوقتي بيطلعوا الانجنز والموتور بيظبطوها في المصنع. فلتعقيد الفيميل ريبرودكتيف سيستم لتعقيد الفيميل فيدباك ميكانيزمز قلنا رهيبه بنحتاج كذا سايكل عبال ما يبتدي الاوفيليشن في البدايه الفيرست فيو سايكل ابيورتي بيبقى انوفيلاتوري في كل فيميل والليت سايكلز قبل المينيبوز قبل سن الياس دي حاجه فيسيولوجي لدرجه يا اولاد ان جايتون كتاب فيسيولوجي مشهور كتب في عنوان الانوفيلاتوري سايكلز عنوان غريب قوي بس انا فاهمه كويس قوي كتب انوفيلاتوري سايكل اور سايكلز ات بيوبرتي يعني عاوز يقول لنا ايه الراجل ده انه كل فيميل اول كذا سايكلز بيبقوا انوفيلاتوري فلما الفيميل يجي لها المينستريشن اللي هو الحيض مش معناها انها اصبحت قابله للانجاب لان في بعض البلاد اول ما الفيميل يحصل لها حيض يقول لك خلاص يبقى عندها دورات يبقى نجوزها عشان قابله للانجاب لا برغم ان جالها الفيرست منسترال سايكل اللي هو المنارك غير قابله للحمل ليه لان اول كذا سايكل عبال ما تظبط روحها بتبقى انوفيلاتوري This is why جايتون كتب لنا انوفيلاتوري سايكلز وفي نفس العنوان او السايكلز ات بيوبرتي الثانيه مفهومه لما يقدم الجهاز الليت سايكل ات مينوبوز بتبقى انوفيلاتوري دي حاجه فيسيولوجيكال في كل الفيميل نيجي باثولوجيكال للاوائل الزملاء الاصغر سنا بيقولوا ان التبويض الاوفيليشن سببه ال اتش سيرج ال اتش اس ده خطا الاجابه الصحيحه ال اتش سيرج وقلت لكم سيرج دي في لغه البورصه لما الاسهم بتاعه تزيد 6 ل 10 مرات في شورت تايم ده معنى كلمه سيرج ريكروتمنت في لغه البورصه يعني تزايد السهم بتاعي زاد في البورصه ريكروتمنت انما زاد زياده رهيبه ده يسموه سيرج فيبقى ما سبب التبويض للزملاء الاصغر سنا ما تقولوش للطلبه ال اتش ال اتش سيرج او باكثر دقه الرايزنج ليفل اوف ايستروجين 2 دايز بيفور بيعمل 2 سيرج ال اتش سيرج ال اتش سيرج ال اتش سيرج اف اس اتش سيرج طب ايه سبب ان مفيش اوفيليشن يبقى نشوف بقى الاوائل يجابوها صح insufficient او lack of sufficient LH surge ها حصل LH surge زاد بتفهم عربي بس ما زادش بالكيفية الواجبة ما زادش بالدرجة الواجبة لتفجير الجرافيوم فوليكل واحداث الاوفيليشن
دي الاجابه بتاعت الاوائل. insufficient او lack of sufficient الاتساج. طيب والاوائل اوائل يعلموا عمر ما كان الموضوع هرمون فقط. هرمون يقابله الريسبتور اللي على الاورجان. ممكن الاتساج زي الفل بس الاوفري ما عليهاش العدد من الريسبتور او السنسيتيفيتي الكافيه من الريسبتورز. يبقى هنا بقى العيب مش في الهرمون انما في الاورجان اللي هيشتغل الهرمون. يبقى lack of ovarian response to transgestic hormone ده لو واحد شاطر. طب تالت سبب كنا قلناها ارجع الاندوكراين زياده البرولاكتين. ما احنا قلنا البرولاكتين ده يعمل رضاعه ويوقف الحمل يوقف الاوفيليشن. في الهايبر برولاكتينيميا ما كانش فيه ال اتش وما فيش اوفيليشن. يبقى ده السبب التالت. او ستريس لان قلنا الاستريس يا اولاد العامل الخامس في التحكم في جوناتروبين ريليسينج هرمون. اما اديت الامثله ان سوري فور ذا ديث اوف ذا هازباند سيده معاها زوج بقالها عقود وتوفاه الله ففي روعها في تخيلها في مخيلتها ان خلاص البرودكتيف بيريود ده ملوش قيمه الراجل اللي مرتبطه بيه مات. فشوف الرياكشن ان الجوناتروبين ريليسينج هرمون اللي بيطلع منين من الهايبوثالامس. يعني ايه هايبوثالامس؟ يعني النيرفوس سيستم. الاستريس على النيرفوس سيستم على الهايبوثالامس قال الهايبوثالامس مش محتاجين خلاص دورات يوقف جوناتروبين ريليسينج هرمون. واللي بيحدث ايضا في بعض البنات في اثناء الامتحانات بسبب الاستريس يلاقوا الدورات بتلخبط. دي النقطه الثانيه الكوزس. النقطه الثالثه من النقاط الاربعه كاركترستيك. جمله علمتها الاجيال يا اولاد. البروجستيرون از انديكاتيف اوف اوفيليشن. اي فيميل عندها بروجستيرون يبقى نقص من عندها اوفيليشن. ليه؟ افهم. ما هو مش ممكن يبقى عندها بروجسترون غير لو عندها كوربس ليوتيوم. البروجسترون اساسا بيطلع من كوربس ليوتيوم. ومش ممكن يبقى عندها كوربس ليوتيوم غير لو حصل بوم قبلها انفجر الجرافيوم فوليكل واطلق البويضس وما تحول الى كوربس ليوتيوم. يبقى مين الانديكيشن اوفيليشن؟ وجود بروجسترون. لان بروجسترون معناها ان في كوربس ليوتيوم معناها في اوفيليشن. طيب يبقى ما حصلش اوفيليشن يبقى ما انفجرش الجرافيوم فوليكل يبقى عليه ما فيش كوربس ليوتيوم وعليه مفيش بروجستيرون. تمام؟ مفيش بروجستيرون يبقى اليوترس مش هيحصل فيه سكريتوري تشينجز. البروجستيرون كان هو اللي بيعمل السكريتوري تشينجز بيعد الاندوميتريوم بيحط فيه غذاء املا ان الاوفم فيرتلايزد. فاكرين كان بيحط ليبيد وكربوهيدرات جلايكوجين في الاندوميتريوم ستروما. طب فاضل بروتين. حط ليبيد وكربوهيدرات جلايكوجين في الستروما. البروتين ده هو المخاط اللي بيحبه بيحطه في الجلاس. يبقى ما فيش كوربس ليوتيوم ما انفجرش الجرافيوم فوليكل يبقى ما تكونش كوربس ليوتيوم. يبقى نو بروجستيرون يبقى absence of secretory changes in endometrium. مهمة جدا. لو حضرتك خدت عينة من الاندوميتريوم لقيت الجلانز فاضية ما فيهاش ميوكس يبقى الست دي ما بيحصلش عندها اوفيليشن. ده الموست شور ساين. طب خد بالك ما فيش كوربس ليوتيوم اتكون يعني اساسا انت شلت السكريتوري فيز شلت اليوتيال فيز من السايكل. تفتكر الجرافيوم فوليكل هيقعد يكمل معاك اليوم ال 28؟ لا. بعد شويه الجرافيوم فوليكل ما انفجرش بيحصل له اتروفي وذ ذا اوفم انسايد يحصل له ضمور والبويضه لن تنطلق من داخله وتنتهي السايكل تبقى السايكل شورت سايكل. فنقطتين بمليون جنيه هنا في الكاركترستيك. اتنين نو واتنين حرف الاس. في الانوفيلاتري سايكل نو كوربس ليوتيوم ادى الى نو بروجستيرون. طب وبالتالي انزل بقى على اليوتراين سايكل هتلاقي ما فيهاش سيكريتوري تشينجز ما فيش بروجستيرون فيس اللي هو بيجهز ما فيش سيكريشن نو سيكريتوري تشينجز وشورت سايكلز. شورت سايكل دي يا اولاد ليه بقى؟ لان قلت الماتيور جرافيوم فوليكل اللي ما انفجرش ده ما بيستناش بقى من اليوم ال 14 ليوم 28 ال اتش ما جاش يفجره فبعد كام يوم يحصل له اتروفي وذا اوفم انسايد شورت سايكل. ده انا برضو بقولها لكم سؤال مهم جدا يبقى بس فهموها صح.
كل انوفيلاتري سايكل في الاغلب شورت سايكلز. يعني البنت اللي عندها نورمال سايكل 28 يوم غالبا ما عندهاش انوفيلاتري سايكلز. بس برضه عشان البنات التانية ما تخضش اللي بتسمعني، وليس هذا معناه ان كل بنت عندها شورت سايكلز يبقى انوفيلاتري. يعني كل انوفيلاتري سايكل في الاغلب شورت سايكل، وليس كل شورت سايكلز في الاغلب انوفيلاتري. ما تتخضوش اللي عندهم شورت سايكل، انا بطمن بس اللي عندهم نورمال سايكل، اللي عندهم سايكل 28 يوم ده غالبا ما فيش انوفيلاتري. انما اللي عندهم شورت سايكل ممكن، لكن ممكن لا طبعا ما يبقاش عنده، يبقى زي الفل شورت سايكل وعندهم، بس كل انوفيلاتري سايكل شورت سايكلز. اتمنى تبقى الفكره واضحه، التملي بقولها بطريقه مختلفه. معظم سرطان الرئه في المدخنين، وليس معناه ان كل المدخنين هيجي لهم سرطان رئه، هي سرطان الرئه في الاغلب في المدخنين، بس مش كل واحد مدخن هيجي له سرطان رئه. بس طبعا الحل ان احنا في المثال اللطيف اللي قلته اللي مش دعوه بالقصه، انك ما تدخنش، انك ما تضمنش، هنا ما تقدرش تتفاشى، يعني تتحاشى القصه. يبقى يا اولاد اوعى تنسى انها شورت سايكلز. لما اقول لك شورت سايكل وسته ما بتخلفش، اول حاجه تفكر فيها في الام اس كيو في حالات امراض نساء ان دي انوفيلاتري سايكل. يبقى اوعى تنسى الكاركترستيك ده، نو كوباسيوتيوم نو بروجستيرون، وبعدين ابسنس اوف سيكريتوري تشينجز وشورت سايكل. نيجي الدياجنوز اوفيليشن، في ست حاجات بنشخص بيها الاوفيليشن. الاول عاوزك تفهم صح العنوان، مش دياجنوزس اوف انوفيلاتري سايكل، يعني العنوان هنا انوفيلاتري سايكل، لكن الدياجنوزس قلنا دياجنوز اوف اوفيليشن. برضه هوضحها، انا فلان بعرف ازاي انه بيته فوق، بشوف عربيته تحت، يبقى وجود عربيته يبقى 100% هو فوق، عدم وجود عربيته يبقى معناها ان هو مش فوق، يبقى بشخصها بطريقه مختلفه. يبقى انا عندي حاجات تقول لي ان في اوفيليشن، عدم وجود الاشياء دي تقول لي ان غالبا الست دي عندها انوفيلاتري سايكل. اتمنى الفكره تبقى واضحه، يعني العنوان انوفيلاتري سايكل، لكن الدياجنوز مش الدياجنوزس اوف انوفيلاتري. انا عندي حاجات تدل ان في تبويض، وعدم وجود هذه الاشياء يبقى مفيش تبويض. بقسمهم بطريقتي المنظمة وما عشقت مثل عشق للنظام. الست حاجات بقسمهم ثلاثة وثلاثة، حتى ثلاثة باللون الأحمر وثلاثة باللون الأسود. ثلاثة مرتبطين بالبروجستيرون، ما احنا اتفقنا يا أولاد. لو الست عندها بروجستيرون يبقى عندها كوربس لوتيوم، مش ممكن يتكون كوربس لوتيوم غير لو حصل قبلها بوم انفجرت الجرافيوم فوليكل واطلقت البويضه وتحول هو الكوربس لوتيوم. يبقى اي حاجه تدل على ان حضرتك عندك بروجستيرون يبقى 100% بيتكون عندك كوربس لوتيوم، لان ده بيطلع اساسا من الكوربس لوتيوم، يبقى 100% بيحصل عندك اوفيليشن. مين اهم واحده؟ نمره واحده اندوميترال بايوبسي، ناخد عينه من جدار الرحم، ودي عمليه صغيره يعني مش حاجه سهله، تاك بينج وتوسيع في عنق الرحم وناخد عينه، بس دي اهم حاجه. وابص تحت الميكروسكوب، لو لقيت جلانس فيلد والسكريشن وحواليها اندوميترال ستروما مليانه ليبيد وجلايكوجين، يبقى دي عندها سكيتري فيز اللي هو اسمه بروجستيرون فيز، يبقى فيه بروجستيرون، يبقى فيه كوربس لوتيوم، يبقى 100% مش ممكن يكون كوربس لوتيوم غير لو حصل اوفيليشن. طيب تاني طريقه، بس دي عاوزه ست مثقفه من غير عمليات خالص، تمسك الترمومتر وتسجل في كشكول التمبرتشر بتاعتها كل يوم كل يوم كل يوم على مدى ال 28 يوم. لو لقيت في رايز في البادي تمبرتشر هاف ديجري ان ذا سكند هاف اوف ذا سايكل، خلاص هاف ديجري ان ذا سكند هاف، يبقى ده 100% فيه بروجستيرون، لان هو اللي ثيرموجينيك. بس عاوزها ست مثقفه كل يوم تسجل حياتها وبالظبط لقت ان 100% في النص الثاني حالتها اعلى نص درجه، في النص الثاني نص درجه قلتها 100 مره، اللي هو الثيرموجينيك افكت، يبقى فيه بروجستيرون. طيب
نيجي بعد كده ممكن نقيس البروجستيرون ليفل ان بلازما، نلاقيه بيرتفع ارتفاع ضخم في النص الثاني يبقى 100%، خلاص ده قياس تقيس البروجستيرون نفسه. بس مش عاوز طالب غبي يا اولاد، واحد واربعه وخمسه اللي هم متعلقين بالبروجستيرون تجارب تعملها امتى؟ انت متوقع البروجستيرون امتى؟ في النصف الثاني، يبقى ما تعملهاش قبل الاكسبكتد ديت اوف اوفيليشن. يعني تشوف الست دي السايكل بتاعتها مثلا، حتى مش هدي مثال طبيعي، 26 يوم. خلاص؟ الاوفيليشن بتحصل بعد لازم 14 يوم من الـ من الـ من الـ من الـ من السايكل الجديده. يبقى ما اعملش التجارب دي قبل 12 يوم، اما يجي لها منستريشن اعد 12 يوم وبعدين افكر بعديهم اعمل ال 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 التجارب. تاني عشان انا عارف النقطه دي صعبه على بعضكم، يا جماعه الاوفيليشن مش في نص السايكل بالظبط، يعني سواء السايكل لونج او شورت الاوفيليشن بتحدث 14 دايز في الاغلب، مش دائما، في الاغلب 14 دايز بيفور الاكسبكتد نيو منسترال سايكل. فانت لو السايكل بتاعت البنت ما خدتهاش 28 خدتها 26، اخصم منها 14 لان هو لازم يحصل 14 يوم قبل ما نهايه السايكل، يبقى حصل بيحصل عندها في اليوم ال 12، يبقى من اول يوم 12 اعمل التجارب دي، مش في اليوم 12 بعدها. يعني اخد عينه الاندوميتريال بيوبسي وانا متوقع ان في سيكريتوري فيس، انا مش اخد عينه من اول يوم، يبقى ستوبيديتي. يبقى تجارب البروجسترون بطريقه اسهل تتعمل لما اكون متوقع ان في بروجسترون، يعني في بعد الاوفيليشن، فاشوف انا فين الاكسبكتد ديت اوف اوفيليشن واعمل التجارب بعدها. دي التجربه اللي هي 1 و3 1 و4 و5 2 و3 و6 ما لهمش دعوه بالبروجسترون. بالسونار نعمل فوليكيلومتري نشوف شكل الفوليكل، بيبان الفوليكل اللي هينفجر القرب ينفجر من حجمه وان في نقطه بتضعف فيه. بتوع السونار بتوع الاشعه الموجات الفوق الصوتيه يقدروا لما يعملوا سونار على البلفس يقولوا الاوفر ده بيحتوي ماتيور جافين فوليكل على وشك الانفجار، او يقيسوا الميت سايكل ال اتش سيرج. ما احنا قلنا ال اتش سيرج لازم يزيد 6 مرات عشان يعمل انفجار، يقيسوا ال اتش بالهرمون الاساسي في البلاد. خلاص؟ او الميتل شميرز بين، مش انا قلت لما بيحصل اوفيليشن بينطلق البويضه وراها فيوسي سيز للبريتونيوم، فيتلقى في البويضه اهداف الفالوبيان تيوب. طب الفيوسي سيز بيقعوا في البريتونيال كافيتي يعملوا له اريتيشن، فالبنت يجي لها لور ابدومينال بين. يبقى اديني فهمتها لك، لور ابدومينال بين بسبب البريتونيال اريتيشن، بسبب ان في الاوفيليشن لما بينفجر الماتيور جافين فوليكل ما بتنطلقش الى خارجه البويضه بس، وراها ورا البويضه وهي بتنطلق ماتيور جافين فوليكل فيوسي سيز براب بتريتيت البريتونيوم. وعليها اطمن البنات، البنت اللي عندها قوق ملاحظه ولاحظت انها في نص السايكل هي ما تعرفش ليه دلوقتي عرفت بيجي لها لور ابدومينال بين، يبقى ده معناه ان بيحصل عندها اوفيليشن. يبقى كل بنت تاخد بالها. انا على فكره مش البنات اللي ما بيجي لهمش يبقى ما عندهمش اوفيليشن، ما قلتش كده، قلت الحاجات دي تؤكد ان في اوفيليشن. عدم وجودها يعني ان ممكن تبقى السايكل انوفيلاتري، فيما عدا في حاجات بتوع البروجسترون دي حاجات مؤكده، انما مش لازم كل بنت بيجي لها بين يبقى عندها اوفيليشن في نص سايكل، ما عندهاش بين في احتمال. يبقى ده الدياجنوز اوفيليشن. يبقى اقولها تاني، ده واحد من اهم الاسئله اللي هو الانوفيلاتري سايكلز. هتقول الديفينيشن الكوزس فيسيولوجيكال وباثولوجيكال، دي النقطه الثانيه. النقطه الثالثه الكاركترستيك، اوعى تنسى الانوفيلاتري سايكل ادام ما حصلش اوفيليشن يبقى مفيش كوربس يوتيوم وعليه مفيش بروجسترون وعليه نو سيكريتوري تشينجز في الاندوميتريوم، والسايكل غالبا بتبقى شورت سايكل. الدياجنوزيس قلتها بطريقه رائعه، الدياجنوزيس مش اوف انوفيلاتري، احنا بنشخص ان في اوفيليشن، عدم وجود الحاجات دي يبقى مفيش اوفيليشن انوفيلاتري سايكل. ثلاثه متعلقين بالبروجسترون،
ان البروجسترون بيعمل سيكريتوري فيس في الاندوميتر، يبقى الاقي سيكريتوري باترن في الاندوميترال بايوبسي. البروجسترون بيعلي درجه حراره الفيميل هاف ديجري ان ذا سكند هاف، يبقى الفيميل تلاقي درجه حرارتها عاليه هاف ديجري ان ذا سكند هاف. او ثلاثه قيس البروجسترون ان بلازما، دول اهم حاجات الثلاثه دول. طب حاجات تانية ملهاش دعوه بالبروجسترون، ثلاثه تانيين باللون الاسود ملهمش دعوه بالبروجسترون. اشوف حجم الفوليكل ماتيور جاف الفوليكل بالسونار فوليكلومتري، اقيس في الدم بالهرمون الاساسي ال LH عشان اشوف ال LH سيرج اللي بيحدث في نص السايكل ميد سايكل، هو بري اوفياتوري مش بالظبط في النص. او البنت اللي بيجي لها الم في الابدومين في اللور ابدومين بسبب لما شرحت موضوع الاوفيليشن ان ورا البويضه اللي بتنطلق من المبيض بينطلق فيه سيسيج بلاد تعمل بروتين الفلتيشن اسمها ميتل شميز بين. ده موضوع مهم جدا. نيجي الباقي بقى مش مواضيع مش مهم قوي. امينوريا شويه تعبيرات تبقوا عارفينها يا اولاد. يعني ايه امينوريا؟ يعني نو منستريشن، ودي نوعان. لو بنت عمرها ما جالها منستريشن وهي طفله لحد دلوقتي ما جالهاش منستريشن، عندها مثلا 17 سنه قلنا قبل كده وما فيش منستريشن، ده نسميه برايمري امينوريا، وده غالبا اسوشيتد ويز اماتيور سيكشوال ساينز، ان غالبا الاوفري مش شغاله، مفيش اوفيريان، وبالتالي مفيش يوتراين سايكل، مفيش اوفيريان سايكل يبقى مفيش ايستروجين وبروجسترون، يبقى معاها اماتيور سيكشوال ساينز، يعني فور اكزامبل سمول بيرست. ولكن في حاجه يا اولاد احب اقولها لكم مهمه هنا للزملاء الاصغر سنا. ممكن في البرايمري امينوريا البنت اللي ما بيجيلهاش منستريشن دي يبقى بسبب ان الهايمن بتاعها غشاء البكاره بتاعتها ما فيهوش ثقوب وثيك، فبيحصل منستريشن بس بيتجمع جوه الابدومين. طبعا بيبان هنا انها عندها ديستنشن في الابدومين وجع، بس يعني احد اسباب البرايمري امينوريا ان بيحصل بس ما بيخرجش بره، يبقى ناخد بالنا من انها مغلقه من اسفل، غشاء البكاره ثيك وما فيهوش الثقوب اللي بتسمع بنفاس. طيب نيجي السكندري امينوريا. سكندري امينوريا يعني بنت بيجي لها منستريشن وفجاه توقفت، ستوبج اوف سايكل افتر نورمال سايكل. ايه اهم سبب في الدنيا؟ بريجننسي ذا مين كوز، ما قلتش الجواز، قلت الحمل. ليه؟ لان انت مفروض طبيب مش قبلها. ما يجي لك بنت تقول لك ان انا كان عندي دوره توقفت، متجوزه يا ماما؟ لا، هذا لا يعني انها مش حامل، لانه الحمل لا يستلزم الزواج، مش هوضح باكثر من ذلك. حضرتك تقول لها بادب جم من فضلك عاوز عيني ببول، وما تقولهاش ليه، وتعمل اختبار حمل. اهم سبب للسكندري امينوريا في العالم هو البريجننسي. لو بدات باي اجابه غير دي لا ينتظرك غير صفر. مش عدم انها متزوجه يعني انها ما عندهاش ان هو ان ما فيش حمل. اهم سبب للسكندري امينوريا هو البريجنسي. هل في اسباب اخرى؟ قلنا اه، قلنا ممكن الهايبوثالامس تتوقف عن انها تطلع جوناتوبين ريليسنج زي في حالات الاسترس، او من روعه الخلق والخالق في السيستميك ديزيزز لما ست تبقى ضعيفه جدا وربنا رحمه تنبيل ان الله رحمن رحيم يوقف الاوفيريان وبالتالي المنيسترال سايكل. ان ازاي ست اساسا عيانه وتعبانه متهالكه هتطلع بوظائف الحمل والرضاعه، ففي السيستميك ديزيز يقف الدورات. ممكن هايبوثالاموس او بيتيوتري او اوفيريان ديزيز اللي هو الاكسس، ما هو الاكسس بيتكون فوق هايبوثالاموس رئيس مجلس اداره، المدير بيتيوتري والموظف هنا هو الاوفري. او رابع سبب السكند امينوريا ان ست عندها 55 سنه، عندها 50 سنه حصلها من بوز خلاص سن الياس. شوية تعبيرات يا أولاد بتنفعنا في الامس كيو بس. طب يعني ايه هايبومنوريا ويعني ايه اوليجومنوريا؟ هايبومنوريا نقص في الاماونت اوف منسترال بلاد، هايبو كمية الدم اللي بتنزلها قليلة جدا، بينما اوليجومنوريا نقص في الفريكونسي منستريشن، بيجي لها دورة كل شهرين، نقص عدد الدورات. انما نقص كمية الدم يبقى هايبو. هايبو هايبومنوريا نقص في الاماونت اوف منسترال بلاد، اوليجومنوريا نقص في الفريكوانسي اوف منستريشن. طب مترو راجيا
بنت بيحصل لها bleeding between periods، يعني ما بين البيريد والبيريد ينزل عليها قطرتين ثلاثه دم، دي غالبا هرمونال ديستربنس. منوراجيا ده عندها ريجولار بيريد زي الفل، بس اثناء البيريد بيبقى عندها ابنورمال بروفيوز منسترال فلو، الفلو بتاعها مش طبيعي ابنورمال، الافرازات اللي هي المنسترويشن مش طبيعيه ابنورمال بروفيوز. ديس منوريا ده عبارة عن painful menstruation، في spelling خطأ هنا، منوريا مش منوريا، يبقى هنصلحها حالا يا ولاد، معلش احنا مع بعض وبنصلح، لان زي ما قلت لكم الورق بكتبه في عجالة عشان يصلح البس، ما هوش الورق الاصلي بالظبط، فمعلش اي حاجة بنلاقيها spelling mistake ولا حاجة بنصلحها. زي قلت لكم جرافيان فوليكل دبل اي اف 1 ديس منوريا، ديس منوريا يعني بينفول منستريشن، بنت بيجي لها المنستريشن بالم شديد. لهؤلاء البنات اقول ابشروا، بيضيع بعد الزواج، يعني لما تتجوز البنت بيبقى المنستريشن ما فيهوش الم، ده يسموه ديس منوريا، وكلمه ديس يعني ديفيكالت. مش عاوز اعيد التعبيرات دي تاني، انت بعيد الفيديو لو عايزه. ايه الفرق بين هايبو اوليجو؟ هايبو نقص في الاماونت، اوليجو فيل فريكوانسي. ايه الفرق بين مترو راجيا ومونو راجيا؟ مترو راجيا يعني بيجي بليدنج ان بتوين، مونو راجيا ابنو الدوره منتظمه بس الافرازات ابنورمال. ديس يعني ديفيكالت، يعني في الم في المنستريشن. طيب نيجي للمينيبوز، ده permanent stoppage of sexual cycle، وحاجة فيسيولوجيكال. منيبوز ده اللي هو سن اليأس، ان الستات ما بين سن 45 و55 ارتفع دلوقتي السن شوية، كان زمان نقول 45 ل50، لا السن ارتفع دلوقتي، لان متوسط عمر الانسان في اخر 100 سنة فقط المعلومات العامة زاد للضعف، متوسط عمر الانسان في 100 سنة زاد الى الضعف، فعشان كده حتى المينوبوز اتاخر شويه، ما بقاش من 45 ل 50، 45 ل 55 permanent stoppage of sexual cycle، وده بيحدث في الفيميل ما بين سن 45 و 55، في اليونايتد ستيت بيبقى تقريبا متوسط 52 سنه. ايه سبب المينوبوز؟ عاوز افهمكم اول حاجه لطيفه، فكره المينوبوز ان قلنا ان الفيميل هي التي تطلع بالحمل والرضاعه، وكنت شرحت في الاندوكرين قلت ان دول هاتان عمليتان في يعني بيلاي فيسيولوجيكال ستريس على جسم الانثى، بدليل قلت ان لا يستقيم الرضاعه مع الحمل، انها تبني واحد بالرضاعه وتبني واحد تاني بالحمل، فربنا خلى الرضاعه البرولاكت بتاع الرضاعه يوقف اليوتنايزنج هرمون الاوفيلاتوري سايكل وبالتالي المينسترال سايكل، يعني هي حاجه واحده، يا ترضع تبقى حامل، تمام، بدليل البرولاكت بتاع الرضاعه كان اهم حاجه قلت لكم، البرولاكت يساعد الرضاعة ويمنع الحمل، كانت أهم حاجة في الأكشن، يساعد الرضاعة يبقى لازم يوقف الحمل، ست تقدر تطلع بوان فيسيولوجيكال ستريس فقط، يا رضاعة يا حمل. لما توصل سن 45 ل 55 ست عجوزة لا تقدر لا على رضاعة ولا حمل، فهذه هي رحمة ربنا بيها إن أوقف كل الدورات، لا في حمل ولا في رضاعة، هي ست طاعنة في السن، يا دوبك كفاية روح. ده فكرة المينوبوز. جملة بمليون جنيه بقى، إذا كان البلوغ مبعثه وبدايته هي الهايبوثالاموس، إن فقط عند البيوبرتي الهايبوثالاموس بتبتدي في بث الجوناتروبين ريليسينج هرمون. خلاص؟ وقلنا ليه ما بتطلعش جوناتروبين ريليسينج هرمون قبل كده؟ إنها بتبقى هايلي سنسيتيف في الطفل. بحيث أي محاولة من الجونادز إنها تطلع أي تريسز أوف سيكشوال هرمونز بتعمل لها فيدباك انهيبيشن. في الطفل الهايبوثالاموس حساسه جدا، اي محاوله من الجونادز انها تشتغل وتطلع اي تريسز اوف سيكشوال هرمونز يوقفوا جوناتروبين ريليسينج هرمون. طب كيف يحدث البلوغ؟ ان البلوغ قلتها للمره العشرين، البلوغ هو مسؤوليه افتح ودانك الهايبوثالاموس، بيبتدي في الهايبوثالاموس لما تطلع جوناتروبين ريليسينج هرمون. بيجي طالب غير ذكي يقول يبقى اذا سن الياس ان الهايبوثالاموس بطلت تطلع جوناتروبين ريليسينج هرمون، خطا. المينوبوز بالعكس،
بيبتدي في الأوفري. البداية في الأوفري، الأوفري خلصت الفوليكلز اللي عندها. احنا قلنا هي بتخلص 450 فوليكل في بس طبعا عندها عدد كبير، ما هو في كل سايكل في عدد من الفوليكل، اللي احنا بنبتدي ب 10 ل 15 فوليكل في كل سايكل. طب نيجي الأهم، ومن غير سايكلز خالص في بروجرام سيل ديس، الفوليكل دي بتموت جوه الأوفري بعد وقت معين، ما فيش فوليكلز، نو أوفر نو فوليكلز، ادي سبب من البوز، نو أوفر نو فوليكلز، خلصت الأوفر الفوليكل وقفز إليه عشان ما تعملش لا حمل ولا التالية في الشراء. يبقى بينما البلوغ يبتدئ في الهايبوثالامس، المينوبوز مبعثه تحت بيحدث في الأوفر. يبقى هنا ديكريز نمبر اوف اوفر، وبالتالي البرايمورديال فوليكل. طب البرايمورديال فوليكل دي كانت بتطلع ايستروجين، يبقى الايستروجين هيقل. طب ما الايستروجين ده كان هو اللي بيعمل الفيدباك انهيبيشن، سواء كان نيجاتيف او بوزيتيف اللي هو السيرج. يبقى نو سيرج يعني نو بوزيتيف فيدباك ميكانيزم مع جونادوتروبينز، ونو انهيبيشن يعني نو نيجاتيف مع الاف اس اتش. نيجي النقطه المهمه جدا في ال MSQ يا أولاد، الهرمونال تشينجز. طيب قلنا ان خلصت الأوفا والفوليكل اللي هي بتطلع، يبقى مفيش إيستروجين بروجسترون، سيكشوال هرمونز قل. شوف بقى اللي جاي لطيفة قوي في الـ MSQ، وعليه في المينيبوز، في المينيبوز بالنيجاتيف فيدباك ميكانيزم بيزيد الجونادوتروبين ريليسينج هرمون، وعليه يزيد الجونادوتروبينز بس مفيش سيرج، ما يزيدوش زيادة سريعة تسمح بالأوفيليشن، يزيدوا بس ما فيش سيرج. وعليه لما يزيد الجوناتروبين ويروحوا للأوفري، الأوفري كانت هي والتسكل أصلهم واحد، ما فيش أوفا بس فيه انترستيشال سيلز، يزيد الأندروجين في الفيميل، أندروجين في الفيميل، فتلاقي يبتدي يزيد الفيس والبادي هير في المينيبوز. ده واحد من أهم الأسئلة في الامس كيو وفي الشفوي، ايه الهرمونال تشينجز؟ اربعه، حاجه تقل ادت لزياده الثلاثه، حاجه تقل زودت الثلاثه، خلصت الاوفا والبرايمورديال فوليكل فقل الايستروجين بروجسترون، وعليه بالنيجاتيف فيدباك، عد معايا ثلاثه بقى، زاد الجونادوتروبين ريليسينج هرمون من الهايبوثالامس، زاد الجونادوتروبينز من البيتيوتري، بس اهم حاجه تقول نو سيرج، يعني ما فيش تزايد سريع، في تزايد بس مش سريع، لا يكفي لعمل اوفيليشن، وعليه لما ثلاثه يزيد الاندروجين، الاندروجين بيزيد في الفيميل في المينيبوز. نقطه بقى كده المانيفستيشنز، اعتبر المينيبوز دي بوست بيوبرال هايبوغوناديزم، خدناها في صفحه قبلها ان الاوفري توقفت بس بعد البيوبرتي، يبقى نفس الكلام هو تقريبا يا ولاد، يبقى يحصل سكندري امينوريا وستريلتي، وقف الدورات وبالتالي مش هتخلف، وهو المطلوب سكندري امنوريا وستريلتي، دي اهم حاجه. السكندري سكس اورجانز والسكندري سكس كاركترز جراديوال ريجريشن قلناها. طب اهم حاجه البون، قلنا ان الايستروجين بروسترو الايستروجين ده مهم للبونز، الايستروجين اسف الايستروجينز، يبقى اوستيوبوروزيس ديو تو ديكريزد ايستروجين انابوليك افكت، اللي كان اساسا على البونز والجينتاليا مش على المصل، اوستيوبوروزيس. 10% من الستات في المينوبوز اذا ما خدوش بالهم ووقعوا، وسمتايمز بدون وقع بيتكسر العظم، بنخاف بقى لما يحصل لها فراكشر في البلفس او كومبريشن فراكشر في الفيرتبري او في الفيمر، ادي الداتا المشهورين، ممكن يقعدها ويجي لها بعد كده تهبريه ويتوفى الله. يبقى كل فيميل في المينوبوز تحاول تاخد حاجات تقوي العظم وتتفادى السقوط، لان عندها ضعف في العظم اوستيوبوروز، 10% في ميلز بيقعوا ويتكسروا بسبب الظاهره دي في المينيبوز. هوت فلاشز 75% مش 10 75% وومن يجي لها هوت فلاشز، مش عارفين السبب بالظبط ايه النون، انما تعال نشوف ما هي ظواهر الهوت فلاشز. بيجي لها تبص لها تعرق جامد والشاح احمر وانكزايتي وايريتابيليتي، يبقى انكزايتي وايريتابيلتي وديبريشن، ده دي السايكيك ديس اوردرز على فكره متداخله مع الهوت فلاشز، توتر وايريتابيلتي وديبريشن وديسني،
مش عارفين سبب الهوت فلاشز. لكن اقول للزملاء اصغر سنا لقيناها متوافقه مع ارتفاعات تافهه بتحصل في النازج هرمون وما اعرفش ايه العلاقه، يعني النازج هرمون نفسه ما بيعملهاش. يعني احنا بسبب انخفاض الايستروجين بروجستيرون الجوناتروبينز بتزيد من ضمنها ال LH، بس ما فيش سيرش ان كل شويه كده ال LH يزيد، وعلى فكره بتحصل كذا مره في اليوم متوافقه مع زياده ال LH وان كان ليس بسبب زياده ال LH. ده كوز ده للزملاء الاصغر سنا. نعالج ازاي المينوبوز؟ الست اللي متضايقه من الحكايه دي نغير الهرمونال تشينجز. بان احنا البدايه كانت نقص الايستروجين بروجسترون، يبقى ندي لها سمول دوزز اوف ايستروجين، سمول دوزز بس. خايفين من الاوستيوبوروزس نديها لبن عشان كالسيوم وفيتامين دي تو افويد الاوستيوبوروزس وسايكوثيرابي. يعني لو كانت عندها توتر وريتابيلتي ديبريشن. هل في في الميل مينوبوز؟ لا، there is no male menopause خلاص، despite ان التستوستيرون بيقل في الاولد ايج. despite يعني برغم نقص التستوستيرون في الاولد ايج، في الاولد ايج التستوستيرون بيقل، لكن لا يوجد في الميل ظاهره تسمى بالمينوبوز. نيجي اللوحه الاخيره وبرده مش مهم قوي، اللي هي الكونتراسبشن اللي هو منع الحمل، تنظيم الاسره. Temporarily prevention of pregnancy يعني منع الحمل لفترة مؤقتة. المينوبوز كنا قلنا permanent، إيقاف دائم للمينسترال سايكل، إنما هنا إيقاف مؤقت في الكونتراسيبشن. Temporarily prevention of pregnancy ده الفرق. في طرق كثيرة هنذكر الحاجات المهمة، الست طرق الأكثر أهمية. ده في كتب بتتكتب في الكونتراسيبشن إن تنظيم الأسرة ده حاجة. انت عارف ان الانفجار السكاني بيغير التركيبة المجتمع، لانه بيخلي المجتمع ادام فيه انفجار سكاني تملي نسبة اكبر من الاطفال الى القوى العاملة البالغة اللي بتشتغل، وطبعا بيأكل اي زيادة في الانتاج. فعانية الصين والهند بتنظيم النسل بطريقة كويسة مما اتاح لها انطلاقة اقتصادية. ما احنا ما لناش دعوة بالقصة دي، نتكلم ازاي نعمل الكونترا سيبشن. ساعات بنعمله حتى لاسباب ان الست لا تقوى على الحمل. انا مش هتكلم في اي ناحيه هل هو يعني انا بشرح علم صح غلط، ده بتركه لاهل الاختصاص ان نمنع الحمل. انما احنا نتكلم من وجهه نظر علميه ان في بعض الستات حتى لو بقت حامل ده يمثل خطوره على حياتها، ازاي نمنع الكلام ده. انما بقى علاقتها بالاقتصاد وغير هذا ما لناش دعوه بيه، مش انا مش ده مش موضوع. temporary prevention of pregnancy في اول طريقه اللي هي natural family planning اللي هو حاجه بدون تدخل عوامل كيميائيه، اللي هو يسموها fertility awareness، يعني وعي بان في تبويض والتبويض ده بيحدث 14 يوم قبل الاكسبكتد ديت للدوره اللي جايه. كل واحد تحسب الدوره بتاعتها وتتوقع هي امتى. اسهل طريقه اللي هي السيمباتو ثيرمال ميثود، ان احنا الست تقيس درجه الحيضه كل يوم، لما يرتفع درجه الحيضه نص درجه يبقى حصل اوفيليشن، يبقى جوزها لا يقرب. او لو حست ببين ميت سايكل بين قلناها، او لو خدنا الميوكس بتاع السيرفكس وحطيناه بين تو سلايدز لانها بيمط كده اللي وريتها لكم في الفيديو. دي طرق لطيفة، دي مؤكدة أكثر. واحد طب يقول لك ما يعني ما عنديش بقى ان انا لسه الستة تقعد تراقب هل بيحصل لها بين في الميت سايكل، واول ما يحصل لها بين يبقى حصل اوفيليشن جوزها لا يقربها. بتقيس درجة الحيضة كل يوم، اول ما درجة الحيضة ترتفع نص درجة يبقى في اوفيليشن عشان في بروجسترون يبقى جوزها لا يقربها. او الثين سيرفايكال ميوكس بتاع الايستروجين اللي هو السبين باركت ساين شفناها جوزها لا يقربها. في حاجة اسمها سيف بيريود، انت متوقع ان الحمل بيحدث في الاوفيليشن بعد اوفيليشن لمده 12 ساعه البويضه قابله للحمل. يبقى نحدد فين الاكسبكتد تايم اوف اوفيليشن ونيجي قبلها 3 ايام وبعديها 3 ايام ونمنع الممارسه الجنسيه.
before 3 days before 3 days after كنت بقولها في مزاح يبقى الزوج متوقف اسبوع عن اللي هو اسبوع الدورة واسبوع تاني عشان خاطر ما تبقاش الست حامل يبقى توقف يعني نص الشهر يبقى يعني ستريس عليهم هما الاثنين ما عليه يبقى يتطلقوا احسن عشان ما يخلفوش ده مزاح يا اولاد لا الجواز شيء جميل خالص كده تتجوزوا باذن الله وتكثروا وتثمروا وتعمروا الارض زي ما ربنا عاوز ده ناتشرال فاميلي بلاننج نيجي الهرمونال سبريشن اللي بنسميها كونتراسيبتيف بيلز حبوب منع الحمل دي في يوجد نوعان في حبه فيها نوع واحد من هرمون سنجل هرمون يا اما ايستروجين يا اما بروجستيرون وحبه فيها الاثنين اللي هي كومبايند هرمون ثيرابي اللي هي ايستروجين اند بروجستيرون في الايستروجين بيلز حبوب الايستروجين بتاخدها الست لمده 3 اسابيع كل شهر وتتوقف عشان يحدث الدوره يعني تاخد 3 اسابيع وتوقف في اسبوع يحدث الدوره بيشتغل ازاي الايستروجين بيلز احنا قلنا مين اللي بيعمل السيرج الرايزنج ليفل اوف ايستروجين الرايزنج لكن لما ارتفاع الايستروجين هو ده اللي بيعمل السيرج هو ده اللي بيعمل الاوفيليشن لكن لما الست تاخد كل يوم حبه يبقى هنا عملت كونتينوس هاي ليفل مش رايزنج ليفل فاهم الفرق عملت كونتينوس هاي ليفل مفيش منعت الرايزنج ليفل اوف ايستروجين منعت التزايد في الايستروجين 2 دايز بيفور فمنعت الاوفيليشن ادي فكره الايستروجين بيلز بس الايستروجين له مخاطر طبعا دوره في الكانسر مش عاوز ادخل فيه محدش يقدر يؤكد ذلك دوره في السولتان دوتر ريتينشن دوره في احداث ثرومبوزس كلام كتير في الحاجات دي هاوفر اتس ريلاتيفلي سيف في حاجة مور سيف اللي هو البروجسترون بيلز سينثيتيك بروجسترون بيلز يعني بروجسترون مصنع مش زي بتاعنا اللي في الجسم اسمه بروجسترين ده بيشتغل بطريقة تانية خالص اهمهم ان هو بيخلي السيرفايكال ميوكاس ثيك فاكر وبالتالي السبيرمز كانوت بينتريت مش ممكن تدخل اليوترس وتجري في الفالوبيان تيوب عشان تخصب البويض يبقى بقولها بطريقة لطيفة الايستروجين بيلز التارجت بتاعها اساسا هي انها بتمنع البويضه بتمنع الاوفيليشن انطلاق البويضه خارج الاوفري انما البروجستيرون بيلز اساسا بتشتغل على السبير بتمنع السبير من انه يبينتريت لانه بتخلي السيرفايكال ميوكاس ثيك زائد في حاجة تانية atypical secretory endometrium بتخلي السكريتوري endometrium ما هوش typical للimplantation عيب البروجسترون بيلز يا أولاد إنها بتتاخد على طول بدون توقف وعليه ما بيحصلش menstruation ودي حاجة مش لطيفة لنفسية المرأة يعني بتقعد تاخد الحبوب دي ممكن it's effective لمدة 5 سنين كل يوم حب بروجسترون 5 سنين مش هتخلف بس في أثنائها ما بيحصلش منستريشن انها بتاخدها بصوره متصله دي للفيميل نفسيا سيئه ليه لانها بتذكرها بترتبط بالمينيبوز توقف الدوره ده انما دي ده مو سيف ماتش مور سيف ذان ايستروجين بيلز اللي هي تاخدها 5 سنين ساعات بيحصل شويه بليدنج خفاف كده انترميتنت بس مش منستريشن في بقى كومبايند هرمون ثيرابي ان احنا نحاكي الدوره بروجستين يعني بروجستيرون الصناعي مع ايستروجين وعملنا بطريقه لطيفه يا اولاد اول مجموعه حبيبات يعني حتى بيبقى الشريط كده مش في علبه الحبيبات اللي هم ال21 حبه دول اول مجموعه فيها ايستروجين بس اللي هي بتاخدها في النصف الاول ثم المجموعه الثانيه فيها ايستروجين اند بروجسترون يعني بنحاول نحاكي صناعه الخالق بنحاول ما نلخبطش الهرمون احنا عارفين في النصف الاول فيه هرمون واحد ففي النصف الاول بتاخد حبوب فيها ايستروجين بس في النصف الثاني بتاخد حبوب فيها ايستروجين اند بروجسترون ثم تتوقف اسبوع فيحصل منستريشن طبعا الكومبايند هرمون ثيرابي هتشتغل ازاي الايستروجين هياثر في الاوفيليشن البويضه البروجسترون هيخلي السيرفايكال ميوكاس هوستايل يعني ما ينفعش السبيرم يقتحم طيب نيجي الانتراترين ديفايس اللي هو اللولب
ده على فكرة حتى بنعتز بعروبتنا. أول ناس فكروا في اللولب ده هم العرب. الجمل الذي هو ناقة ناقة أنثى الناقة آسف اللي هي أنثى الجمل الناقة اللي هي أنثى الجمل. والجمل ده عارفين سفينة الصحراء ده بيمشي لمدة شهور حتى احتياجه لماء قليل. فلو الجمل بقى حامل مش هيكمل الرحلة. فالعرب بذكائهم خدوا حجر وحطوه في الرحم بتاع الناقة فلقوا وجود جسم غريب في الرحم بيمنع الحمل. دي من منين بدأت فكرة الانتراوتراين ديفايس الجهاز اللي جوه اليوترس نفتخر بيها بعروبتنا. العرب هم اللي فكروا في وضع الحجر في الناقة اللي هو أنثى الجمل لمنعها من الحمل عشان تتحمل عناء السفر في الصحراء. فالعلماء تلقفوها وقالوا نحط بقى مش هنحط حجر نحط ديفايس حاجة تانية. الديفايس ده ممكن يبقى ميتال ممكن يبقى بلاستيك ممكن يبقى فيه بيريليس سام بروجستين. البروجستين ما انت عارف بيخلي السيرفايكال ميوكا ثيك ما ينفعش السبيرم يقطعهم. الانتراتراين ديفايس في الانيمالز بيغير مدة الدورة. في الانسان للزملاء الاصغر سنا لا يؤثر في مدة الدورة خالص. ده بيأثر في السبيرم غالبا بيبقى سبيرميسايدل يعني بيمنع السبيرم وربما بيمنع الفيرتلايزيشن مقدرة السبيرم ان هو يقصب البويض وربما ايضا بيمنع الامبلانتيشن اوف فيرتلايزد اوفر. يعني هو المين الديفايس ده اساسا ضد السبيرم بيمنع مقدرته على اخصاب البويضة بيموت السبيرم حتى لو اخصابها. بيقولوا بعض الناس انه بيمنع الامبلانتيشن بيعمل تغيرات في الرحم تمنع الامبلانتيشن. نمرة 4 اولاد لوكال ديفايسز خلاص. في الفيميل ممكن تحط فاجينا الجيلي او كريم يموت الاسبير قبل ما تمارس العلاقة الحميمية مع زوجها. في الميل بيلبس الكوندوم اللي هو الحاجز الطبي. ده في ميزة تانية بقى الكوندوم ده انه بيمنع السكشوال ترانسميتد ديزيز لو كان انواع جيدة بيمنع انتقال الامراض الجنسية بين الزوجين او الطرفين. سيرجيكال بنعمل ربط مبايض. هي مش ربط مبايض هما بيربطوا الفالوبيان تيوب فالبويضة مش هتوصل للرحم تيوب الله يجيش. او 6 بنحط سبكوتينيوس امبلانتيشن اوف بروجستين اللي هو البروجسترون الصناعي. بدل ما تاخد الست كل حبة في بلاد العالم الثالث الست بقى اللي كل يوم تاخد حبة وبتاع ساعات في يعني نساء جاهلات بينسى ياخد القرص سواء كان ايستروجين سواء كان بروجستين سواء كان كومبايند وطبعا تفشل الطريقه. فلو حاجه مش احنا قلنا البروجستين ده لو خدته حبوب بيبقى افكتيف لمده 5 سنين. احنا نجيب كده امبلانت ونزرعه تحت الجلد في الست فكل يوم الامبلانت ده يطلع بروجستين يمنع البريجنانسي لمده 5 سنوات. لا تبقى لا مهمومه بانها خدت الحبه ما خدتش الحبه بس قلت عيب البروجستين اللي هو قلت تملي البروجستين ده بيشتغل على السبيرم اوعى تنسى ده بيخلي افرازات عنق الرحم ثيك لا تناسب هوستايل عدوانيه للسبيرم. عيبه ان في لمده 5 سنين لا يحدث الدوره ودي حاجه سايكولوجيه للفيميل سايكولوجيه مش حلوه. انما اتس فيري فيري سيف ميثود البروجستين سواء كان اقراص قرص كل يوم وافكت لمده 5 سنين او كان امبلانت وتحطها وطبعا لما تشيلها هتعاود الدورات تاني مع شويه بليدنج بيحدث. هل الكونتراسيبتيف انا مش عاوز ادخل يا اولاد في نقاش غير علمي انا ماليش دعوه في حرمانيه الكونتراسيبشن من عدم حرمانيته ده الى اهل الـ 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 يعني الوضع لاهل الموضوع الدين هم اللي يقولوا بقى الحرمانيه من عدم الحرمانيه. انا ماليش دعوه بيه انا بشرح القصه العلميه فقط معايا. وحتى تصورت في المثال اللي قلته ان ست يعني لو حملت هيبقى فيه ضرر فعاوزين نمنع الضرر ماليش دعوه حتى بالتنظيم. المهم في اشاعه خاطئه ان الكونتراسيبتيف ميثودز دي بتؤدي الى ان الست بعد ما تبطل ما تبقاش حامل. دي اشاعه خاطئه ولا الصح بتاع ان الست دي من غير كونتراسيبشن من غير منع حمل هتبقى عقيمه ربنا خلقها عقيمه. لما خدت حاجات تمنع الحمل وبعد كده بطلتها وما بقتش حامل القى بالتهمه جزافا على
طرق الكونتراسبشن خلاص. انما الكونتراسبشن لا تؤدي الى العقم ده بطريقه بسيطه خالص. كونتراسبشن لا تؤدي العقم. وقلنا الست حاجات انا اي نو ان في عندنا بينما في نورث امريكا الموضوع ده مهم جدا لان هناك بيعنوا جدا بالنمو السكاني والانتاج وقوه الدوله وحاجات زي كده. انا اعلم ان في جامعاتنا هنا الموضوع ده اقل اهميه لانه بيختص اكتر بالستات اللي هي هتدار بالحمل. انما زي ما بنقول احنا بنقول مجموعه محاضرات كامله وعلموا احنا قلناها في عجاله لو عاوز تسمع تاني التفصيلات. فانا قلتها الطريقه الطبيعيه الناتشرال فاميلي بلاننج نمره واحد. اثنين الهرمون سبريشن اللي هو حبوب منع الحمل سواء الحبه فيها حاجه واحده ايستر او بروجستين اللي هو سينثيتك بروجسترون او فيها الاثنين الكومبايند عشان نحاكي الدوره العاديه. اوعى تنسى اهم معلومه ان الايستروجين بيشتغل على البويضه بيمنع ال اتش سيرج لان قلنا ال اتش سيرج والاف اس اتش سيرج سببهم ايه؟ الرايزنج ليفل اوف ايستروجين. انت بتمنع الرايزنج ليفل بتخليه كونستانت هاي ليفل انستيد اوف رايزنج ليفل. مفيش تبويض. السبيرم بيشتغل عليه البروجستان انه بيخلي ثيك سيرفايكال ميوكاس تمنع السبيرم انه يدخل للرحم. الكومباين ده لطيف لان بنحاكي خلق الخالق يا اولاد. اول مجموعه حبوب فيهم ايستروجين بس المجموعه اللي بعدها ايستروجين بروجسترون. مش احنا قلنا في النصف الاول في ايستروجين النصف الثاني ايستروجين بروجسترون. ثم الانتراتراين ديفايس اللي هو بيسموه اللولب وقلنا ان بنعتز بعروبتنا ان هم الناس اللي فكروا فيها. وبعدين لوكال ديفايسز سواء جيل او كريم في الفيميل او الحاجز الطبي في الميل. نمره خمسه السيرجيكال ربط مبايض. نمره ستة للشعوب اللي هي فيها الستات ما تقدرش تبقى في كوميتمنتس التزام بحبه كل يوم ما تلخبطش نزرع لها البروجستين اللي هو البروجسترون الصناعي وبتبقى فيري افكتيف لمده 5 سنين بيخلي افرازات عنق الرحم ثيك غير قابله للبنتريشن بالسبير ودي افكتيف لمده 5 سنين بس عيبها ان في اثنائها يا اولاد لا يحدث منستريشن دي حاجه بتضايق الفيميل. سعدت بوقتكم وكده خلصنا تاني محاضره في الفيميل ريبرودكتيف سيستم فضلنا محاضره واحده باذن الله واشكركم على انصاتكم واتمنى اكون افدتكم وكل ما اقوله في الاخر وفي كل مره ارجو لمن يستفاد من المحاضره ويجد ان فيها ما يستحق انه يتذكر ان هذه المحاضرات هي لصالح ولمساندة الاطفال من المصابين بالسرطان على سبيل المثال 57 ومش هعيدها مكالمة يعني هقولها في عجالة بلاش مش هقول مش هعيدها خالص مكالمة صغيرة بتبقى مساندة جميلة ولن تكلفك شيء الا النظر اليسير مش هيأثر فيك متى يعني ما تأجلش عمل خير لأن ما حدش يعلم قدره ولا يومه ودي حاجة زي ما بقول ثوابها بيبقى باقي في الحياة الباقية مش في الحياة الزائلة. شكرا وألقاكم على خير بإذن الله.